أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نبتدئ النهاردة Lecture 5 for Respiration بإذن الله، وهي خاصة بالwork of breathing والdiffusion of gases, oxygen and carbon dioxide across the pulmonary membrane. طيب نبتدئ بالwork of breathing. فاحنا الورك اوف بريذنج هندرسه الورك اوف بريذنج during normal tidal breathing. يعني tidal احنا قلنا التايد هو المد والجذر، يعني لما اخد نفس هناخد ال normal tidal breathing، يعني في نفس واحد الورك. فعايزين نتفق الاول يا اولاد مع بعض ان احنا قلنا اللنج ازيفه بالون، احنا بنبذل مجهود في نفخها في الانسبريشن، اما الاكسبيريشن از ا باسيف بروسس. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. الانسبريشن اذا اكتيف بروسس، بينما الاكسبيريشن از ا باسيف بروسس. يبقى في النورمال تايدال بريذنج احنا بنبذل مجهود فقط في الانسبيريشن. طيب الورك اللي بنبذله ده بينقسم الى قسمين. في اول نوع وهو الاكبر اسمه elastic work او compliance work، وده بيشكل 65%، وهنقدر نمثله بالمنحنى اللي قصادك ده اللي هو اسمه ال pressure volume curve during normal tidal breathing cycle. هذا الورك بيمثله المثلث اللي هو تابع معايا، مثلث تراينجل A B C O، المثلث ده. لنفكر معايا عشان اجيب الاريا مساحة المثلث ده بنجيبها ازاي؟ لازم يلزمنا يبقى عندنا القاعدة بتاعت المثلث والارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع، عارفين الكلام ده. فانت دلوقتي الاريا بتاعت المثلث ده مفكر بهدوء تزيد امتى؟ تزيد في حالتين. لو حضرتك دخلت لانج فوليوم اكتر اللي هو المحور الراسي، او احتجت بريشر اكتر. انا علمتكم حاجه جميله يا اولاد، ان في اي منحنى لازم تقول في المنحنى ده بنمثل ايه اجينست ايه. ففي البريشر فوليوم كيرف بنمثل اللانج فوليوم اللي هو في الحاله دي احنا عاوزينه تايد اللي هي 500 سنتي 500 مليلتر اجينست انهي بريشر. قلنا الديستندنج بريشر اوف ذا لانج اللي بينفخ اللانج اللي هو مين؟ لو كنتوا فاكرين كنا قلناها بطريقه لطيفه، الديستندنج بريشر بحرف دي هو الديفرنس، هو الديفرنس ما بين البريشر انسايد واوتسايد اللانج. خلاص انسايد اللي هو الالفلر واوتسايد اللي هو البلورال، وسميناه ترانس ميورال بريشر، يعني عبر الجدار ده ترانس ميورال بريشر. ويمكن في عجاله برضو اوريها لكم تاني لو تكونوا نسيتوا ايه هو ترانس ميورال بريشر. ان قلت ان احنا عشان ننفخ اي بالون اهي اوريكم الرسمه، لازم ينزود البريشر انسايد يا ينقص البريشر اوتسايد. حقيقه الامر يلزم الشيئان معا، لازم الانسايد يزيد عن الاوتسايد عشان البالونه تتنفخ. لما شبهت لكم يا اولاد ان انا اذا حاولت انت تنفخ بالونه، او انا يعني انت تنفخ وانا جيت دوست لك عليها من بره عمرها ما تنفخ. يبقى عشان البالون ينتفخ لازم البريشر جوه يزيد عن البريشر بره. انما حضرتك بتنفخ البالونه وانا دايس لك عليها مش هتنفخ. يبقى مين هو الديستندنج بريشر بتاع اللانج؟ هو لازم جوه يزيد عن بره. يبقى لازم يبقى في ديفرنس ما بين جوه وبره. يبقى قلناها بطريقه جميله، الدي ستاندنج بريشر بحرف الدي هو الديفرنس ان بريشر بين الانسايد والاوتسايد. قلنا ان الانسايد هو الالفلر والاوتسايد هو البلورال، وحيث ان الالفلر بريشر الالفيولاي متصله بالاتموسفير اللي هو احنا بنعتبره زيرو، يبقى يمكن اعتبار الفرق بين اي حاجه وزيرو هي نفسها. الفرق بين البلورال والالفر اللي هو زيرو هي البلورال.
يعني برضو ده سؤال، يعني الترانس ميورال بريشر اللي هو البريشر عبر الجدار ده تيبيكالي هو الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، الالفر بلورال. طب الالفر صفر يبقى هو البلورال، يعني لو قال لك ان الترانس ميورال بريشر هو البلورال اوكي طبعا هو البلورال بريشر. طيب يبقى اذا انت قلت ان الكومبلاينس وورك او الالاستيك وورك اللي بيمثل 65% او معظم الورك بتاع الرئه ديورينج انسبريشن بيمثلوا مساحه هذا المثلث اللي هو مش هتتغير. فكر معايا بذكاء، غير في حاله من ايه؟ لو زودنا الفوليوم عاوز خدت هواء اكتر، او زودنا البريشر نيدد عشان ناخد هذا الهواء. فالالاستيك وورك بيمثلوا الاريا اوف ذيس تراينجل اللي هو الاو اي بي سي او. طيب في ورك تاني اسمه فريكشنال ريزيستنس، يعني مقاومة احتكاك، وهذا الورك بيمثل 35%. خلاص ليه؟ تعال نفكر مع بعض. اللانج دي يا ولاد مش متعلقة في الهواء. انا اساسا عشان اوسع رئة لازم الاول اتغلب على التيشو ريزيستنس، ان التشست كيج ده عبارة عن ريبز وماسلز، لازم مفصلات، لازم اتغلب على الريزيستنس بتاعتها عشان اقدر اوسع التشست كيج. يبقى في ورك قبل ما اوسع، قبل الكومبلاينس ورك اللي هو على فكره الكومبلاينس ورك ده بيسموه ايه؟ بيسموه فوليوم بريشر ورك. تبقى عارف ان انا بعمل بريشر معين عشان ازود فوليوم معين، او بريشر فوليوم ورك، الاثنين مظبوط. فالاول لازم اتغلب على التيشو ريزيستنس عشان اقدر اوسع التشست كيج. طب بعد ما وسعت التشست كيج، الرئه دي راكب فيها تيوبس اللي هي البرونكاي. يبقى لما هتوسع الرئه والضغط يقل اللي جوه الرئه، الهواء هيتدفق ناحيه الرئه، وهو بيتدفق بيمر في مين؟ في الاير ويز. طب ما في 100% ريزيستنس، يبقى لازم اتغلب على الفريكشنال ريزيستنس. يبقى بقولها بطريقه جميله يا اولاد، معظم الورك كومبلاينس وورك، يعني إلاستيك وورك، بريشر فوليوم وورك. يبقى كم تعبير اهو، تحفظوا ثلاثة. الكومبلاينس وورك هو البريشر فوليوم وورك، هو الإلاستيك وورك، ده 65%. إن هو لازم أعمل أغير البريشر بطريقة معينة اللي هو الترانس ميورال بريشر عشان الرئة تتسع وتاخد حجم معين. ده 65%. طب في 35% تانيين فريكشنال ريزيستنس. وقلتها بطريقة جميلة، النوع الثاني بينقسم إلى قسمين. يبقى أهم ورك الإلاستيك ورك، كومبلاينس ورك، بريشر فوليوم ورك، ويمثلوا مساحة المثلث 65%. النوع الثاني اللي هو فريكشنال ريزيستنس لازم بينقسم إلى قسمين، لازم قبل ما الرئة توسع أتغلب على التيشو ريزيستنس، الباسلز والبونز والحاجات دي والجوينتس ما بينهم بقى عشان توسع، لا في ريزيستنس. وفي ريزيستن بعد ما الرئه توسع، وسعت الرئه، ده مش معناها الهواء هيدخل بسهوله، لازم الهواء وهو داخل يتغلب على الفريكشنال ريزيستنس بتاعت البرونكال تري. سو نراجع بقى موضوعنا تاني في عجاله كده. في النورمال تايدال بريدنج، النفس الطبيعي، لما بناخد 500 سنتي بنبذل نوعين من المجهود، الجهد الاكبر اللي هو بنسميه، قولوها انتم بقى انا سامعكم، كومبلاينس ورك او بريشر فوليوم ورك او الاستيك ورك، ويمثل 65%، ويمثله المثلث اللي هو عشان تجيب مساحته لازم تبقى البريشر والفوليوم، اي واحد فيهم يزيد هذا النوع من الورك زاد. طب النوع الثاني اللي هو فريكشنال ريزيستنس ورك اللي هو كام في المية يا أولاد؟ 35%. قلتها بطريقة جميلة، النوع الثاني ينقسم إلى نوعين، حلوة. التاني اتنين، ريزيستنس قبل توسيع الرئة وريزيستنس بعد توسيع الرئة. عشان أوسع الرئة لازم أتغلب على التيشو ريزيستنس، دي حاجة. طب وبعد ما توسع لازم أتغلب على الفريكشن ريزيستنس بتاعت البرونكال تري. طيب هذا الورك يمثل مين بقى؟ يمثله ال الجزء ده اللي هو تابع معايا، او دي بي اي او،
هذا النوع من الورق. طيب احنا قلنا الاكسبيريشن باسيف، لكن بقى للاذكياء فقط يا اولاد، مفيش حركه في الدنيا هتتم بدون طاقه، هو باسيف بمعنى ان انا لا ابذل مجهود، لكن هذا المجهود الانرجي دي از ستورد في الالاستيك اليمنتس بتاع الرئه اند سبينز دورينج اكسبيريشن. وعشان كده بص بيمثلها الجزء ده اللي هو تعال نقوله بقى مع بعض O A B E. هنا E بقى مش دي E O. وخد بالك دي موجودة فين يا ولاد؟ ده موجودة داخل المثلث اللي هو البريشر فوليوم ورك اللي هو الإلاستيك ورك. لأن أنت لما الرئة بتتسع طب قلنا الإكسبيريشن باسيف، طب إزاي الهواء هيتدفق؟ زي أي أستيك تشده ما الرئة وسعتها، لما تسيبه هيرجع. يبقى انت ستور طاقه، الالاستيك ورك ده ستورد في اللنج، انت شديت الاساتيك بتاع اللنج، الطاقه اللي ستورد في الاساتيك بتاع اللنج اللي هو الالاستيك ورك حتى اسمه دي هتستغل، ان دورينج اكسبيريشن الالاستيك ورك ده اما الرئه هتصغر هي دي الطاقه اللي هتزق الهواء وتعمل اكسبيريشن، يبقى هي مختدنه في الالاستيك ورك. انت ما دفعتش فيها حاجه جديده، بس اكشن انت دفعت، بس مش عاوز الخبطك، دفعت فيها وانت بتاخد نفس زي البالونه تنفخها وعما انت دفعت طاقه. طب وان سبتها دم مش مربوطه والرئه مش مربوطه، الطاقه اللي اختزنتها في النفخ هي هتستغل في انها تصغر البالونه تاني. عشان كده قلنا الاكسبيريشن باسيف. طب فين الانرجي بتاعت الاكسبيريشن؟ اختزنت في الاساتيك بتاعه الرئه، يعني stored في الالاستيك elements of lung to be spent during expiration. طيب الجزء الثاني بقى يا ولاد، طب افرض ان احنا عيان عنده البرونكيال اثما اهو، مرض مشهور قوي الربو الشعبي. لو اي عيان عنده ربو شعبي بيبقى فيه additional work by contraction of expiratory muscles. ما احنا قلنا الاكسبيراتوري muscle دي يا ولاد during eupnea اللي هو يعني ايه، قلنا eupnea ايو في اللغه يعني normal وpnea يعني breathing، فeupnea يعني normal quiet breathing. في النفس العادي لا نبذل مجهود غير في الانسبريشن بس، وجزء من هذا المجهود زي ما قلنا اتخزن في الاساتيك بتاعه الرئه to be utilized في الاكسبيريشن، فاعتبرنا الاكسبيريشن باسيف. لكن في عيان بقى عنده برونكال اثما، عنده اهو هنوريها لك، عنده ربو شعبي اللي هو واحد من اشهر امراض في التشست، يبقى اللي عنده ربو شعبي ده وضعه ايه يا اولاد؟ عنده البرونكاي ضيقه، يبقى الفريكشنال ريزيستنس ورك حتى اني نوع الثاني بقى اللي هو الفريكشن سيستم بتاع الهواء هو قارئ هيزيد جدا، يبقى في اديشنال ورك هيبذله اهو، اديشنال ورك باي كونتراكشن اوف اكسبيراتوري ماسلز. خلاص طيب، وده يحدث في حالتين، هو انا اخترت لكم المثال الاول اللي هو برونكال اثما، لكن في مثال ثاني الرابيد فلو اوف اير دورينج اكسرسايز، ما انت لما تنفس بسرعه خلاص عارف لما تنفس بسرعه ده بيزود الفريكشن ريزيستنس. ليه؟ اقولها لك بطريقه لطيفه جدا وانا بحب الطالب الذكي اللي بيفكر. انت ما هي نسبه وتناسب، لو الشعب ضاقت يبقى الفريكشن ريزيستنس هتزيد. طب في طريقه تانية، ان الشعب زي ما هي بس حجم الهواء اللي انت بتاخده كتير، فبدت بتفهم عربي، فبدت الشعب اكثر ضيقا، ضيق نسبي، هي كانت متظبطه على النفس العادي كده الفريكشن ريزيستنس مظبوط، لما انا ديورينج اكسرسايز نفس البرونكاي هدخل فيها كميه كبيره جدا من الهواء، فبدت البرونكاي بالنسبه للكميه اللي داخله كتيره فزاد الفريكشن ريزيستنس. يبقى الفريكشن ريزيستنس يزيد في حالتين، يا البرونكاي ضاقت ودي الحاله الباثولوجيكال زي البرونكال اثما،
او زي اي مرض تاني كرونيك بقى البرونكا الاثما دي اكيوت اوبستراكتيف لانج ديزيز. انما مين فاكر بقى كانها مراجعه الكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز اللي هو الانفيزيما. يبقى ممكن ابذل مجهود كتير لان البرونكاي ضاقت سواء اكيوت في الربو الشعبي او في الانفيزيما او لسبب تاني فيسيولوجيكال. البرونكاي زي الفل ما عنديش اي مرض, بس دورينج اكسرسايز بمرر حجم كبير من الهواء في نفس البرونكاي فبدا يضايق فابذل مجهود اكتر. وعشان كده في هاتين الحالتين بقى ببذل مجهود اكتر وبيبقى ركز معايا الاكسبيريشن ما يبقاش بقى باسيف بروسيس زي في الايوبيا, لا هبذل مجهود في الاكسبيريشن از ويل. وعشان كده هستخدم الاكسبيراتوري ماسلز. ليه بقى بستخدمها؟ هتشوف دلوقتي. ده انا مش بس بستخدم الاكسبيراتوري وبستخدم الانسبيراتوري اكتر. فديورينج انسبيريشن اهو قلنا المجهود كان ممثل بالاريا اللي هي او دي بي اي او. بس انا عاوزك تقارنها, شوف الاريا دي اكبر من الاريا اللي في الكيرف اللي فوق. حتى انا ساعدتك في المقارنه ما تبقاش ترسم في الكيرف الحاجات دي. انا حطيت لك دوتد لاين هنا, شوف كم البريشر تشينج بعيده عن كانت. انا هنا كنت عاوز بريشر تشينج مقداره 5 مليمتر ميركوري, ده الكم اللي محتاجه في النورمال بريدنج. لما يبقى عندي برونكال اثما شوف الخط هنا قرب من 5, يعني استخدمت في الحته دي اكتر بريشر. خد بالك بقى الجزء الاهم في الكيرف انه البريشر اللي هستخدمه في ديورينج اكسبيريشن, بص على ممثل بايه بقى ديورينج اكسبيريشن اللي هو او اي بي اي خلاص اهي او. ده حتى طالب ذكي مره سالني قال لي هو يعني ليه الكيرف خرج بره المثلث. احنا قلنا فكر معايا بهدوء, في النورمال اكسبيريشن اللي هو باسيف صح؟ طالب قال لي اه متفق معاك النورمال اكسبيريشن باسيف. كنت بتجيب طاقه الاكسبيريشن منين؟ الطالب الذكي قال لي انت قلت لنا ان احنا كنا مختزنينها في المثلث بتاع الاستيك وورك. بطناو لما عندك برونكال اوبستراكشن المختزن ده ما يكفكش, يو نيد مور. عشان كده الكيرف خرج بره. الطاقه الزياده دي على المثلث حضرتك جايبها منين بقى؟ من الكونتراكشن اوف اكسبيراتوري ماسلز. وبرضه افهمك حاجه تانية, انت عارف ليه خرجت بره؟ تو بي اونست وذ يو ان لما بعمل فورس اكسبيريشن لما يبقى واحد عنده برونكال اثما, فانا في الحاله دي بدل ما الانترا بلور بريشر كان هيبقى ناقص 5 اللي هي يمثلها النحالي, بس احنا بنهتم بالديفرنس. الديفرنس ما بين 0 وناقص 5 هو 5, عشان كده مش كاتبين اشارات. فانا في الفورس اكسبيريشن لما بيبقى عندي برونكال اثما لازم في الاكسبيريشن الانترا بلور بريشر بيبقى ليتل بيت مور بوزيتيف. اهو رحنا الناحيه الثانيه, اذا كانت الناحيه دي هي النورمال هي النيجاتيف اهي دي, فاحنا رحنا شويه الناحيه دي بقى بوزيتيف. احنا فاهمينها ليه؟ لاني لما بعمل برونكال اوستراكشر واعمل فورس اكسبيريشن يبقى كان انا ادي اللنج وبقرب عليها التشست وول عشان خاطر ازقها لجوه عشان الهواء يخرج. يبقى الانترا بلور بريشر كان نيجاتيف في الانسبيريشن وجيت في الاكسبيريشن بقى مش مكفين اللي مختزنه, فلازم اضغط عليها جامد. فقلب بعد ما كان الانترا بلور بريشر نيجاتيف بسبب الفورس اكسبيريشن اجينست مش اجينست بقى كلوز جلوت زي الفالزالفا, اجينست obstructed bronchi فاي نيد مور بريشر. فاكر ما احنا قلنا لما احزق الانترا بلور بريشر بيكمز بوزيتيف اللي هو الفالزالفا. امتى بقى بوزيتيف؟ لما احزق. طب ما انا لما يبقى عندي برونكال اثما ما هو نوع من الحزق عشان يخرج, يبقى الانترا بلور بريشر بيكمز ليتل بيت بوزيتيف. يبقى كان نيجاتيف في الانسبيريشن اهو ابتدى يبقى الناحيه الثانيه هتبقى دي بوزيتيف, عشان كده المثلث خرج. ده اولاد اللي هو الورك اوف بريدنج سؤال نظري مهم, وخدنا اشهر حالتين بيزيدوا فيه الورك اوف بريدنج اللي هو باثولوجيكال البرونكال اوبستراكشن. في الاكيوت فورم يسموها برونكال اثما, في بعض الكتب ياخدوا الكرونيك فورم اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هو الانفيزيما. وتاني حاله في سيراجيكال
البرونكايز الفل، بس انت عاوز تتنفس كتير فبتمرر فيها هواء كتير، رابيد فلو اوف اير. طب في الحاله دي زاد حاجتين، زاد الانسباتري وورك انك محتاج نفس اكتر، خلاص عشان كده الاريا دي زادت مقارنه بالاريا اللي فوقيها. لما تبص يعني لمنتصف الكيرف هنا كان بيقع هنا، انما هنا منتصف الكيرف قريب من الخمسه، يعني بستخدم بريشر اكتر عشان اخد هواء. ده الاهم بقى ان ديورنج اكسبيريشن كنت هنا باخد الورك كله مختزنه في الالاستيك وورك، هنا ما كفنيش الالاستيك وورك لوحده مش هيفضي، فاي نيد تو جنريت مور بريشر عشان خاطر افضي الرئه. فالاريا بتاعت الاكسبيريشن ما كفهاش الالاستيك وورك ده هو، او كومبلاينس وورك، خرجنا بره شويه. وما تشرحش بس انا بفهمك انت، ما حدش هيسالك الديتيلز دي وناس كتير ما فكروش فيها. الزياده دي جت ازاي؟ ان حضرتك الناحيه دي كنت بتكريت نيجاتيف انتربروفيشن، انت بتاخد نفس جامد عشان تاخد جديد اكتر، ده مش كده وبس، لما جيت تطلع مش بكفي، فبتعمل فورس اكسبيريشن وبتستخدم اكسباتوري وصل عشان خاطر تخرج الهواء. طب ما احنا قلنا في الفورس اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس، هو مش كلوزد دلوقتي، هو اجينست اوبستراكتد برونكاي كانه بارشلي كلوزد، ده بيكريت بوست بريشر فبنطلع الناحيه الثانيه ده من المثلث. طيب ده الورك اوف بريثنج، يبقى تشرح في عجاله ان الورك اوف بريثنج اللي هو النورمال تايدال بريثنج هتقول بنبذله اونلي ديورينج انسبريشن، وبنسميه الاستيك وورك، بريشر وورك، كومبلاينس وورك، وده يمثل 65% ويمثله الاريا بتاعت المثلث دي. وفريكشن ريزيستنس وورك اللي هو النوع الثاني، الريزيستنس دي نوعان، في قبل ما اوسع الرئه لازم اتغلب على التيشو ريزيستنس، وبعد ما اوسع الرئه والهواء هيدخل بقى مع موسعة الرئه لازم اتغلب على الاير واي ريزيستنس، ودول يمثلوا 35%. طيب هنا فين تاخد الاكسبريشن باسيف؟ انا كنت مخزنها في الالاستيك اليمنتس بتاعت اللانك، عشان كده بلاقي الجزء ده متاخد داخل الالاستيك وورك بتاع الرئه. لو في عندي امتى محتاج اديشنال وورك؟ قلت لو البرونكاي، لو البرونكاي ضاقت، دي حاله زي البرونكال اثما او الانفيزيما، او هي نورمال بس محتاجه ادخل هواء كتير فبدت ضيقه زي الرابيد فلو اوف اير. وفي الحاله دي تخيل حتى في الاكسرسايز المثال الاسهل محتاج مجهود اكتر في الانسبريشن، الاريا دي زادت مقارنه باللي فوقيها، صح دي زادت. والادهى بقى والاهم ان دلوقتي الاكسبريشن ما ينفعش يبقى باسيف، بدليل ان انا اضطريت اعمل كونتراكشن اوف اكسبيراتوري ماسل اللي هو لا يحدث في اليوبنيا، في النورمال اليوبنيا لا يحدث. ليه؟ لان مش مكفيني الخزين اللي عامله في الالاستيك وورك، اي نيد مور وورك، فخرجت بره المثلث. وانا شرحت لك حتى خرجت ليه، لان انت الناحيه دي ديورنج انسبيشن بتخلي البريشر مور نيجاتيف، وقلت لك ما مالكش دعوه ان هنا ما فيش علامه، ان احنا هنا بنقيس الديفرنس ما بين الانسايد والاوتسايد، الديفرنس ملوش علامه، انما اضطريت ان انا اخليه بوزيتيف فيبقى رحت الناحيه الثانيه عشان كده. شوف بقى الديفرنس تخطى المثلث، لان لو في اوستراكشن يعني زي فالزالفا شويه، مش يعني الفالزالفا فورس اكسبريشن اجينست كلوز جلوتس، دلوقتي انا بعمل فورس اكسبريشن اجينست بارشلي اوستراكتد برونكاي، فبيبقى مور بوزيتيف فالورك يزيد طلع بره المثلث. طيب نيجي بقى الموضوع الثاني وهو لطيف خالص يا اولاد، اللي هو ديفيوجن اوف جاسز، diffusion of gases. او قبل ما نجيلها اهي نقول حاجه، ال exchange of gases in the lungs، ده يعني اسئله ام اس كيو عاوزك ناخدها في عجاله مش عاوز نركز فيها قوي. ال exchange of gases in lungs اهي، النسب بتاعه النيتروجين في الاتموسفيريك اير اللي هو، وفي الالفيولار اير يعني هو يمثل دلوقتي بعد ما حصل اكتشينج مع البلاد. يعني كلنا يعلم معلومات عامه يا اولاد انه انا مش عاوز تدققوا في، انا عارف دي الاعداد الاكثر دقه للون الاسود، لكن الاعداد اللي تفيد طبيب او طالب في كليه الطب هي اللون الاحمر، واعداد سهله.
النيتروجين اللي هو غاز خامل يمثل 79% من الاتموسفيريك اير، الاكسجين يمثل 21%، والسي او 2 نيرلي ما فيش زيرو، انما يعني عاوزها اكثر دقه 4% يبقى زيرو. وطبعا لو عاوز الاكسجين اكثر دقه 20.96%، انا والنظام الالماني يعني في الاعداد الغير مفيده اكلينيكيا هم خدوا قرار الالمان، ولذلك سادوا العالم. ما فيش داعي نغرق الطالب في اعداد اكثر دقه مش هيستخدمها، ياخد الايديا. شوف دول سهل ازاي انك تحفظه، النيتروجين 79 والاكسجين 21، لما تحطهم مع بعض بقى 100%. ليه؟ لان السي او 2 تقريبا زيرو، بس ده اللي انا عاوزك تعرفه. بعد ما عملت جاس اكتشينج النيتروجين ما اتغيرش تقريبا 79 لان ما فيش تبادل نيتروجين اينر. انما حضرتك الاكسجين كان 21 خدت اكسجين فاضل الستة بقى 15% اهو. لو عايزها اكثر دقه 14.8، اللي عاوز ضيع وقته اديني حاطط له الاعداد الاكثر دقه. انا بنصحك ما تضيعش وقتك. طب انت خدت 6 اوكشن طلع عوضا عنهم كان السي او 2 زيرو بقى 6%، يعني خدت 6 اوكشن حولتهم الى سي او 2. خليك في الاعداد اللي بنلاحظها. يبقى تاني النيتروجين 79% والاوكشن 21%، يبقى كده 100%. ليه؟ لان السي او 2 نسبه لا يعتد بها، 400% تعتبر زيرو. ايه اللي حصل لما عملت اكتشينج اوف جاسز في الالفيولاي؟ حضرتك خدت 6 اوكشن واضفت اليهم بدلهم 6% سي او 2 بس، فالنسبه ما زالت 100%. طالب هنا ممكن يسالني سؤال ذكي، بس انت قلت لنا السي او 2 في الاكسبايرد اير 4%. طب ما احنا قلناها ليه يا اولاد؟ لان الاكسبايرد اير ما هوش الفيولار اير. جاوب، هل انت الاكسبايرد اير ده مش كله طالع من الالفيولاي؟ ده تلتينه بس من الالفيولاي، والتلت انا عاوز اسمع الاجابه منكم، التلت جاي منين بتاع الاكسبايرد اير؟ من الديد سبيس اللي هو ما فيهوش اتشينج اوف جاس، اللي ما اتضافش فيه سي او 2، مفيش سي او 2. وعشان كده نسبه السي او 2 في الاكسبايرد اير اللي هو الالفيولاي 6%. حط التلتين حطيت عليهم ديد سبيس ما فيهوش سي او 2، النسبه بتنخفض ل 4%. دي قلناها مع الديد سبيس، راجع محاضرة الديد سبيس. طيب نيجي مسألة في الأغلب ما بتجيش يا أولاد، بس يعني لازم نقول كورس كاملا. الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي اللي هو مثلا بنقول ان هو ساي 760 اللي هو ضغط الباروميتر. وطبعا انت عارف كلمة باروميتر ده جاي منين؟ ميتر يعني مقياس، وبارو يعني ضغط، هو مقياس الضغط الجوي اللي هو 760 عارفينه في الاغلب. ده بيمثل ايه؟ الضغط الجوي لما انت بتروح كده في بيتك وتقرا البارومتريك بريشر الضغط الجوي بيقول لك ان هو 760 ملم مركب. ده يمثل شيئين، التوتال دراي بريشر اوف جاسز مجموع الضغوط بتاعه الغازات او الضغط الكلي للغاز الجاف زائد الغاز مش جاف زائد الووتر فيبر بريشر ضغط بخار الميه. يعني 760 دي عباره عن حاجتين، المجموع الكلي التوتال دراي للغازات البريشر بتاع الغازات من غير ميه دراي زائد ضغط بخار الميه. وهنا في نقطه جميله يا اولاد يمكن تسالوها، ضغط بخار الميه يعتمد على ايه وضغط الغازات يعتمد على ايه؟ ضغط الغاز افتح ودنك يعتمد على الهايت، الارتفاع، كل ما نطلع في حته اعلى يبقى الضغط اقل لان الغلاف الجوي محدود، فانت كل ما بتطلع في حته عاليه بتقرب اكتر لنهايه الغلاف الجوي فالضغط يبقى اقل. انما ضغط بخار الميه افتح ودنك بيعتمد على التمبرتشر، ملوش دعوه بالهايت. تاني عشان دي اسئله في الشفوي، البريشر اوف جاسز بتعتمد على قولوها انتوا بقى الهايت، انما الووتر فيبر بريشر بيعتمد على التمبرتشر الحراره. طيب بيجي ساعات سؤال يقول لك طلع لي البارشال بريشر بتاع الاوكشن، الضغط الجزئي بتاع الاوكشن. طيب يبقى المساله دي لازم نحلها في جزئين، الاول نجيب التوتال دراي بريشر اوف جاسز
يعني 960 دي ما هياش التوتال دراي بريشر اوف جاسز بس، دي مضاف اليها الووتر فيبر بريشر. فانا عاوز اعرف ضغط الغازات بس من غير ووتر فيبر بريشر، يبقى اعمل ايه؟ هات طفل يقولها، تطرح الاتموسفيريك بريشر اللي هو 760 من الووتر فيبر بريشر اللي هو بيعتمد قلنا على الحراره، في الحراره المعتدله بيبقى حوالي 47. يبقى الضغط مجموع الغازات 760 ناقص 47 تساوي 713 زي ما يديك الارقام. يبقى الخطوه الاولى تشيل ضغط بخار الميه من ضغط البارومتر، بارومتر اللي هو الجهاز اللي بيقيس الضغط الجوي، لان الضغط الجوي ده زي ما قلنا عباره عن ضغط الغازات مع ضغط بخار الميه. تشيل ضغط بخار الميه اللي هتعرفه منين؟ من التمبرش، ولازم يديها لك في المساله دي. طلع 713. طيب الضغط الجزئي لكل غاز اللي هو البارشال بريشر اوف اي جاز ده بيساوي ايه؟ هقولها لك باسلوب لطيف قوي. كل غاز يا اولاد افتح ودنك بيساهم في هذا الضغط بنسبته، بنسبته يعني طريقه سهله، لو الاكسجين يمثل 20% من مجموع الغازات يبقى هو 20% من هذا الرقم. النيتروجين بيمثل 80%، انا بقول حتى اعداد سهله قوي 20 و80، مش هقدر اقول 79 و21. يبقى النيتروجين يمثل 80%، يبقى اذا ضغط النيتروجين لوحده 80% من هذا الرقم. يبقى الضغط الجزئي البارشال بريشر اوف اي جاز كل يساهم في الضغط الكلي في التوتال بنسبته. الجزئي البارشال يساوي نسبته من التوتال. وعش كده بص اهي المساله، تعال نشوف هتتحل ازاي. يبقى 713 عاوز تجيب السي او 2 اضربها في نسبه السي او 2 اللي هي 6%، او لو عاوز اكثر دقه يعني 5.6، لو عاوز نسبه الاوكشن في الالفوار اير اضربها في 15 او اكثر دقه 14.8. النيتروجين 79 او اكثر دقه 79.6. طلع ضغط السي او 2 في الالفر اير 40 مليمتر ميركوري، ضغط الاوكشن في الالفر اير 105 مليمتر ميركوري. دي رقمين يتحفظوا صم، اما الرقم الثالث ملوش قيمه اللي هو النيتروجين بيبقى ضغطه 568 مليمتر ميركوري. يبقى تعالى في عجاله نشوف اتعلمنا ايه من الـ من الـ من البيج ده. اول معلومه اتعلمناها ان الغاز بيتكون من ثلاث عناصر اساسيه مش فقط للاوائل، نيتروجين واكسجين وكربون دايكسيد. في الاتموسفير النيتروجين 79% والاكسجين 21، مجموع 100% لان السي او 2 نسبه لها تذكر. لما اتنفسنا الالفر اير اتاخد منه اكسجين 6، فبدل ما 21 بقى 15 احب الاعداد السهله، والضاف اليه سي او 2 نفس الست اهم. دي اول معلومه اتعلمناها. طب تاني معلومه اتعلمناها ان ضغط البارامتر اللي هو الاتموسفيريك بريشر، البارامتر ده بيقيس الاتموسفيريك بريشر، يمثل ايه؟ يمثل التوتال دراي بريشر اوف جاسز، المجموع كل الغازات الجافه زائد، هي مش جافه، زائد الووتر فيبر بريشر. المعلومة التالتة، طب عاوز اجيب الضغط الجزئي لاي غاز من التلاتة دول، النيتروجين والاكسجين والسي او 2 في الجو، اعمل ايه؟ يبقى اللي قصادي ده الاتموسفيريك بريشر، ده عبارة عن حاجتين، ضغط الغازات وضغط بخار الماية. يبقى لازم من ال 760 اللي هو الاتموسفيريك بريشر اشيل الووتر فيبر بريشر اللي فرضناها انها في الجو المعتدل 47، فيبقى ضغط مجموع الغازات 713 مليمتر مركوري. طب الضغط الجزئي بقى البارشال بريشر وجاز، قلنا ايتش جاز كونتريبيوتس ان ذيس بريشر اللي هو التوتال دراي بريشر بنسبته. فاذا كان الاكشن بيمثل مثلا، او في الالفر اير قلنا بيمثل 15% تضرب 713 500 او الادق 14.8، السي او 2 بنسبته في 6% او الادق 5.6، النيتروجين 79 او الادق 79.6. فين الارقام المهمه؟ انه الكربون دايكسيد 40 مليمتر مركوري ده مهم جدا في الام اس كيو،
في الالفيولاي، ضغط الغاز ثاني اكسيد الكربون في الالفيولاي 40، ضغط الاوكسجين في الالفيولاي 105 مليمتر مركوري. تبقى عارفها. يبقى الاول شلنا الووتر فيبر بريشر، وبعدين ضربنا نسبه الغاز في اللي فاضل. سهله قوي. في معلومه اخيره، الووتر فيبر بريشر بيعتمد على ايه في الام اس كيو؟ عمره ما لوش اي علاقه بالهاي تمبريتشر، بينما ضغط الغازات بيعتمد على ايه؟ على الهايت. طيب نيجي الموضوع اللي بعده، وده الاسهل، يعني المحاضره دي سهله وجميله. ديفيوجن اوف جاسز. انا كنت بقول يا اولاد، واشوف مين هيفتكر معايا لما نيجي للكيدني باذن الله، ان ديفيوجن اوف جاسز والووتر في الجسم اللي هما اكثر شيئين يحتاج اليهم الانسان، اللي هو الهواء والميه. ربنا ما بيدفعناش فيهم حاجه خالص، انت بتدفع في الاكل في الغذاء، لكن الهواء والماء ما تدفعش فيهم حاجه. حتى جوه الجسم، لا بره الجسم بتدفع في الهواء والميه، مالناش دعوه بقى الناس اللي بتشرب ميه معدنيه. انما ربنا الميه ببلاش والهواء ببلاش. حتى جوه الجسم الديفيوجن اوف جاسز والديفيوجن ووتر بيحدث باسيف. حتى السؤال اللي مسكين مهم جدا. مش بس باسيف، باي سمبل ديفيوجن. يعني اصل ما هو ممكن يبقى لطالب فاهم فاسيليتيت الديفيوجن باسيف، مش عاوز طاقه بس عاوز كارير. انما الجاسز والووتر لا عاوزه طاقه فهي باسيف، وايفن مش عاوزه كارير، باي سمبل ديفيوجن. اوعى تنساها يا اولاد، الهواء والماء ربنا وفرهم للبشر كله بدون مقابل، وحتى جوه الجسم الحصول عليهم بدون مقابل. سمبل ديفيوجن، مفيش طاقه، وايفن مش فاسيلتيتي ولا كاري ولا اي حاجه، ببلاش. وهذكركم واشوف مين يفكرني بيها في العام القادم باذن الله في الكيدني. تمام. الطالب يقول لي بنفتكر الحكايات اللي انت بتحكيها، الأغنية مشهورة ليلى مراد بتقول المية والهوا وإحنا الاتنين سوا، المية والهوا وإحنا الاتنين سوا. اوعى تفتكر أو تنسى، آسف، لازم تفتكر المية والهوا by simple diffusion، انتقال المية والهوا داخل الجسم by simple diffusion، الماء والهواء خارج الجسم ببلاش، داخل الجسم ببلاش. طيب نيجي في gaseous medium التي تمثل outside the body. ايه العوامل اللي بتتحكم في الديفيوجن اوف جاسز؟ براجع محاضره الانترودكشن، ولكن هقولها لك في عجاله. كنا قلنا انه في العوامل الاكثر اهميه، ما بقولش فقط خمس عوامل، الاكثر اهميه. فالديفيوجن اوف جاسز دايركتلي بروبورشنال، اي يتناسب طردي مع اشياء ثلاث: فرق الضغط P1-P2 او يسموها دلتا بي، وهي كل ما زاد فرق الضغط ديفيوجن ريت يزيد، زاد فرق الضغط ديفيوجن ريت يزيد، ده زاد يزيد، يبقى دايركتلي يزيد يزيد، يبقى دايركتلي بروبورشن، تناسب طردي. تناسب طردي مع تمبريتشر، حرارة. ليه قلناها؟ لان الحرارة هي اللي بتدي كاينيتك انرجي فور موليكولز. كل ما حرارة تزيد الغاز يمشي اسرع. لما قلناها حتى في المثال الطفولي، لما تحط مية على موقد وتسخن تلاقي جزيئات المية عمالة تتحرك اكتر تتحرك اكتر لحد ما تتطاير، يبقى 100% التمبريتشر بيزود حركة الموليكولز. وعشان كده قلنا سؤال ام اس كيو في الانترودكشن، كاننا بنراجع الانترودكشن، ان ات زيرو at absolute zero temperature, absolute zero الديفيوجن ريت بيتوقف زيرو، مفيش ديفيوجن عن زيرو. وقلت لكم المثال بتاعها، في نوع من انواع اللوكال انستيتكس، المخدرات الموضعيه بالتسقيع، يعني يحط غاز على ايدك، يحط سائل على ايدك، بيتحول الحاله الغازيه اسمه ايثايل كلورايد في درجه الحراره 12 اللي اقل من حراره الغرفه، يعني اول ما يحطه على ايدك يبخر فياخد معاه حراره، فايدك ينزل درجه حرارتها لايه؟ الجلد بتاعك لصفر. يبقى مفيش ديفيوجن للاينز. طب ما احنا النيرف امبلس بيعتمد على ديفيوجن في صوديوم وبوتاسيوم، يا
يبقى انت لما تخلي حرارة الجلد صفر مفيش ديفيوجن للصوديوم والبوتاسيوم، مفيش نيرف امبلس، مفيش سيجنال وصلت للمخ، يبقى ما انتش حاسس بيه. ادي التطبيق بتاعها، مش بنقول حاجات لا تطبيق لها. ان ات ابسولوت زيرو تمبريتشر الديفيوجن ريت زيرو زي اللوكال انستاتيك بالايثايل كلورايد، يغلي عند درجه 12 فاول ما تحطه على جلدك بيروح متطاير انه تايم، ياخد معه حراره، حراره جلدك تنزل صفر، ما فيش ايونز هيديفيوز عن صفر، لا صوديوم ولا بوتاسيوم، ما فيش نيرف امبلس هيطلع، ما فيش سيجنال هتوصل للمخ، مش هتحس. والاريا مش عاوز اشرح، من المؤكد تبادل الغازات في رئتين افضل منه في رئه واحده. يبقى نلخص دي الكلام ده كله قلناه في الانترودكشن. يبقى الديفيوجن ريت معدل انتشار يتناسب طردي مع ثلاث عوامل هامه اللي هي في الصوره دي، بريشر جريدينت اللي هي بي 1 ماينس بي 2 اهي بريشر جريدينت، او دلتا بي، اي اللي هي الاريا، وتي اللي هي التمبرتشر. طب وعكسي مع ايه يا اولاد؟ مع حاجتين مهمين، انفيرسلي بروبورشن تو حاجتين، 100% الموليكولار سايز، كل ما الموليكول كبرت فكر يبقى مرورها هيبقى اصعب. خلاص الموليكول الكبيره ما تعرفش تعدي الممبرين، الموليكول الصغيره تعدي احسن، يبقى هنا كل ما كبرت الديفيوجن ريت يقل. اما تقول زاد يقل تبقى ده انفيرسي بروبورشن على طول، زاد يزيد يبقى دايركتلي بروبورشن، انما لما يزيد الموليكولار سايز يقل ريت اوف ديفيوجن يبقى ده انفيرسي بروبورشن. حتى قلنا ما هياش مع الموليكولار سايز، انما مع السكوير روت موليكولار سايز او ويت. وقلت ليه سكوير روت؟ شرحتها للغاوي وقلت مش هتتسالوها، يرجع محاضراتي في الانترودكشن هيعرف الاجابه ليه رب مع السكوير روت مش مع الموليكولار ويت دايركتلي. طب تاني عامل اللي هو اللينث اوف ديفيوجن، المسافه اللي هتمشيها الموليكول. قلت لك تيجي لك بثلاث طرق، اللينث هو نفسه الثيكنس بتاع الممبرين، هو الديستانس اوف ديفيوجن، كل ده حاجه واحده. اللينث هو الديستانس هو الثيكنس، يبقى تناسب عكسي مع اللينث. تعالى بقى نابلاي هذا الكلام على الكربون دايكسايد والاكسجين جوه الجسم. مين فرصته احسن لما تاخد الخمس حاجات دول؟ طبعا الاوكسجين فرصته احسن. ليه؟ لانه اصغر من الكربون دايكسايد. واحد يقول لي ازاي انت عارف الموليكولار ويت؟ عارفها ايه؟ هي مكتوبه قصاد اهي، 100% السي او 2 اكبر لانه عباره عن اكسجين مضاف اليه كربون. فكر الاكسجين بيبقى 32 موليكولار ويت، ما تحفظش الكلام ده، الكربون دايكسايد ما تحفظش 44. طب مين يعدي اكتر؟ الاصغر اللي هو الاكسجين اللي هو 32، مش السي او 2 اللي هو 44. طب بنسبه ايه؟ بنسبة السكوير روت مش بنسبة الموليكولار ويت نفسه. فلو خدت السكوير روت هيطلع الاوكسجين لانه اصغر من الكربون دايكسايد، متميز عن الكربون دايكسايد. اذا عدى من الكربون دايكسايد واحد تحفظ عدد دي صم، هيعدي من الاوكسجين 1.2. خلاص ده فين ده؟ ده في الجاسيس ميديم اوتسايد ذا بادي. يعني لو ربنا سبحان الله كان ساب الامور على ما هي عليه، لو ان ربنا سبحان الله خلى الديفيوجن اوف جاسز جوه الرئه اكروس ذا بالمونري ممبرين عبر البالمونري ممبرين يحدث في جاسيس ميديم، كان مين اللي تميز يا اولاد؟ كان اللي تميز الاكشن لانه اصغر. وتعالى بقى نتامل مع بعض، ربنا مش عاوز كده ليه؟ لان قلنا وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. لو ربنا ساب الأمور زي ما هي كده كان الأكشن هيتميز إنه أصغر. تمام؟ ربنا طول عمره عاوز السي أو 2 هو اللي يتميز، وهقول ليه دلوقتي حالا وانتهى قبل كده. فعشان كده ربنا سبحان الله خلى الديفيوجن انسايد ذا بادي في البلمونري ممبرين لا يحدث في جاسيس ميديم وإنما في اكياس ميديم في وسط مائي. ودي سبب اخر لاهميه الميه، غير ان الميه بتدخل في كل شيء حي
تاني أهمية هي بنشوفها. المية دي حاجة أساسية. إن وجود إن ربنا خلى ديفيوجن أوف جاسز أكروس ذا بلمونري ممبرين لا يحدث في وسط غازي وإنما في وسط مائي أكس ميديم. إيه اللي هيستجد عليا هنا؟ حاجتين. نفس المعادلة هي اللي فوق هنضيف عليها يضاف إليها شيئين. لو الغازات هتمر في وسط مائي يبقى اللي هيدوب اكتر في المية هيعدي اكتر يدوب اكتر يعدي اكتر يبقى ده تناسب طردي يبقى تناسب طردي مع السوليبيليتي خلاص السوليبيليتي يبقى نحطها فوق. طب كل ما لزوجة السائل زادت الفيسكاستي اهو يبقى تخيل سائل لازج يبقى مرور الجزيئات من خلال السائل اللازج ده تبقى اصعب. السائل كل ما يزيد في اللزوجه يبقى مرور الموليكيولز من خلال الحاجه اللازجه اصعب يبقى تقل يبقى ده تناسب ايه هو الصين تناسب عكسي يبقى حطينا الفيسكوستي ولكن هنهمل الفيسكوستي. عارف ليه؟ الفيسكوستي بتاعت الميه واحد لن نعتد بها. الفيسكوستي بتاعت الميه واحد فيعني انما احنا بنتكلم انه لو قال لي ايه الفاكتور اللي بيحكمه الديفيوجن اوف جاسز في الاكس ميديم مش عاوز بقى زي الطالب الغير ذكي. هما الخمسه بتوع الجاسيس ميديم مضاف اليهم نحط حاجتين السوليبيليتي والفيسكوستي. شوف بقى الروعه حتى بقولها بلغه الكره. لو الاكسجين والكربون دايكسايد لعبوا المباراه في الجاسيس ميديم اللي اوتسايد بادي راحوا لعبوا مباراه اوتسايد مين اللي هيغلب؟ اللي هيغلب الاكسجين بنسبة 1.2 لـ1. لكن بسبب ان الديفيوجن جوه عندنا في الجسم على ارضنا بيحدث في اكس ميديم افتحوا لك بقى الجملة دي بمليون جنيه والكربون دايكسايد بيدوب في المية قد الاكسجين كم مرة افتحوا لك 24 times 24 مرة. الكربون دايكسايد is much more soluble in water than oxygen 24 times. طب خد نتيجة المباراتين بلغة الكرة. لو لما بنلعب على أرضهم بره الجسم في الجاسيس ميديم الأوكسجين بيفوز 1.2. لما بنلعب على أرضنا بسبب إن إحنا عندنا أكس ميديا وإحنا بنعرف نلعب في المايه كويس الـ CO2 بيفوز 24. يبقى ما تاخد مجموع المباراتين 1 × 1.2 × 10 1 × 10 1 × 24 × 24 24 إلى 1.2 × 10 أظن بحسبها 20 إلى 1. لأنك لو قسمت 24 على 1.2 يعني 240 على 12 كأني بكلم ولاد هتبقى أطفال 20 إلى 1. شفت العظمة الإلهية؟ ليه ربنا خلى الديفيوجن داخل الجسم في أكس ميديم؟ عشان النتيجة النهائية تبقى لصالح الكربون دايكسايد. وقلتها وقلها تاني الناس اللي بيسمعوني لأول مرة جملة علمتها لأجيال. ربنا خلق الرئة to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to supply oxygen. يعني عكس العامة الناس فاكرة ان الرئة دي بتجيب اوكسجين. لا الرئة دي اساسا بتشيل ثاني اكسيد الكربون وبعدين تجيب اوكسجين. طب واحد قال لي طب قول لنا ايه الاهمية في دي؟ تعال نفكر. لو الشخص حصل له في صعوبة في انتقال الاوكسجين يبقى هيجي له مرض اسمه هايبوكسيا نقص الاوكسجين. خلاص؟ بينما لو الشخص في صعوبة في مرور السي او 2 هيجي له مرض تاني اسمه هايبر كابنيا زيادة ثاني أكسيد الكربون. هايبر يعني زيادة كابنيا عن ثاني أكسيد الكربون. قلت إن الشخص يمكن أن يتحمل نقص الأكسجين لسنوات وهتقولي إزاي؟ إزاي أوريك أهو ياما عندنا ناس في مكسيكو سيتي وناس في أثيوبيا 4000 قدم أو أكتر فوق سطح البحر عندهم هايبوكسيا وعايشين زي الفل بقالهم عمرهم كله. إيمان كانوا ويذستاند هايبوكسيا فور ييرز. الإنسان ممكن يتحمل نقص الأكسجين لسنوات بينما إيمان كان not withstand hypercapnia لا يمكن أن يتحمل زيادة ثاني أكسيد الكربون. ليه؟
لانه قلت برضو للناس اللي بيسمعوني اول مره، واسمع دي جمل خطيره في فهم الفسيولوجي وبالتالي في فهم الطب، ان كاربون دايكسيد is the primary determinant of pH of the body. الكربون دايكسيد هو المحدد الاساسي 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 للبي اتش. وبقيه الجمله والحياه ممكنه في حدود ضيقه جدا من التغير في البي اتش. In English, life is compatible within a very narrow range of pH changes. الإنسان ممكن يتحمل نقص الأكسجين، لكن لا يمكن أن يتحمل زيادة الكربون دايكسيد. الإنسان ممكن يتحمل هايبوكسيا، لكن مش ممكن يتحمل هايبركابنيا، لأنها بتغير البي اتش، والحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في البي اتش. البي اتش بتاعتنا 7.4، عارف الحدود اللي بعدها ما فيش حياة؟ السبن زي ما هي، من 7 ل 7.8، يعني تغيرات تافهه تضيعك. هذا يثبت يا اولاد، يثبت ان اللي وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. ان ربنا لو كان ساب الامور ان الديفيوجن اوف جاسز يحدث في جاسز ميديم، كان مين اللي بيفوز؟ الاكسجين. ليه؟ افهم، لان الموليكولار سايز بتاعه اصغر. لكن بسبب ربنا قلب الديفيوجن خلاه في البلمونري مبرين، سؤال شافه مهم، الديفيوجن انسايد ذا بادي بيحدث في انهي ميديم؟ هيسالك في اكياس ميديم. لو كنتوا فاكرين لما قلت ان ربنا حط ما بين الالفيولاي والابيثيليوم شاب ميه، هناخدها لير من الميه قليله الحجم عظيمه الاثر. ليه؟ لانها قلبت الديفيوجن اوف جاسز من ديفيوجن في صالح الاوكشن كما يحدث بره الجسم في الجاسيس ميديم بسبب صغر حجم الاوكشن، الى ديفيوجن في صالح الكربون دايكسيد اللي هو في الاكياس ميديم. ليه؟ لان الكربون دايكسيد is much 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 more soluble than oxygen، 24 times more soluble. وبالتالي لما تاخد مجموع المباراتين يبقى السي او 2 الى الاوكسجين، الاوكسجين واخد تميز تافه بسبب مونيكور ويت 1.2، السي او 2 24 مره، يبقى التميز النهائي داخل الجسم السي او 2 عنده فرصه قد الاوكسجين 20 مره المرور، لانه في اكياس ميديم. وفسرت تفسير يا اولاد، ربنا خلق الديفيوجن في اكياس ميديم، خلق الرئة أساسا، وظيفة الرئة الأساسية زي ما قلنا ولادي يلا نقولها مع بعض تاني أساسا. ليه؟ تعلمها ما حييت، to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to supply oxygen. طيب لو ربنا خلى الديفيوجن في جاسيس ميديم، كان مين اللي هياخد التميز؟ قولوها انتوا بقى المرة دي، الأوكسجين بسبب صغر حجمه الموليكولار ويت. لكن لما ربنا يحط فلويد ما بين الالفيولاي والكابيلاري، فلويد قليل الحجم عظيم الاثر، قلب الديفيوجن من ديفيوجن في جاسيس ميديم اوتسايد ذا بادي لديفيوجن في اكياس ميديم انسايد ذا بادي. في بقى السي او 2 خد تميز بيدوب في الميه 24 مره بالاكسجين، فالنتيجه النهائيه بقى السي او 2 الى الاكسجين 20 لواحد. مش ده اثبت لنا يا اولاد الحاجه اللي بتكلم فيها طول عمري، انه وراء الخلق قوة عاقلة. وقلت ليه ربنا عاوز التميز السي او 2؟ لاني ممكن اتحمل اوكسجين لسنوات، ايمان كان ويلستاند هايبوكسيا فور ييرز، ولكن لا يمكنني تحمل زيادة ثاني اكسيد الكربون. ايمان كان نوت ويلستاند هايبركابنيا. ليه؟ زيادة ثاني اكسيد الكربون لان السي او 2 هو المحدد الاساسي. سؤال مهم جدا في الام اس كيو وفي الشفوي وفي الحياة للبي اتش، والحياة ممكنة في حدود ضيقة من التغير في البي اتش. Life is compatible within a very narrow range of pH changes. And carbon dioxide is the primary determinant of pH. وعليه كان لابد أن يأخذ الكربون دايكسيد البريوريتي أوفر أوكسجين. وعليه كان لابد أن يكون الديفيوجن داخل الجسم in aqueous medium not in gaseous medium، حيث البريوريتي للكربون دايكسيد because carbon dioxide is much 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 more soluble
in water than oxygen 24 times more soluble. Thank God. إنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. ومع ذلك أستغرب أن يوجد في عالمنا هذا ملحدون. أنا في كل محاضرة بقول أكثر من سبب يدعون ويدعو أي عاقل، مش أسباب لها علاقة حتى بأشياء spiritual، أسباب منطقية علمية. لا يمكن يبقى وراء الخلق غير قوة عاقلة، ما ينفعش الطبيعة لتعمل ده. طيب نيجي بقى السؤال الأخير النهاردة، وهو الفاكتورز affecting diffusion of gases in pulmonary membrane، اللي هي فين بقى؟ اوعى تنسى الديفيوجن اوف جاس في البلمونري ميمبرين، تقعد ما حييت تبقى فاهم ان ده في الام اس كيو في اكياس ميديا. ربنا بيعمل الديفيوجن، وادي سبب تاني ليه ربنا مخلي اهميه الميه الديفيوجن في اكياس ميديا برايورتي للسي او 2. انا احب النظام واحب الذكاء يا اولاد. طب انا مش بذاكر السؤال وجالي ده من اهم الاسئله في النظري، واخر سؤال بنقول النهارده فاكتورز افكتنج ديفيوجن اوف جاسز ان بالمونري ميمبرين. سهل جدا استنباط الاسباب، عاد مش مذاكره. ارد السؤال من الخصوص الى العموم. انا عارف معلومه واحده بس ركز لي عليها الدكتور ناجي، انها في اكس ميديم. الديفيوجن بتاع الجاسز عموما في اكياس ميديا اللي هو في البلمونري ميمبرين يتاثر بكام عامل؟ بسبع عوامل. الثلاثه الاساسيين بتوع الجاسز ميديا بريشر جريدينت واريا وتمبريتشر، وتم اضافه العامل الرابع والاكثر، هو لازم نحطه باللون الاصفر اللي هو قلب الموازنه اللي هو السوليبيليتي، حطيتها حتى قصادك صدفه جميله تفتكر. يبقى اربع عامل طردي و ثلاثة عكسي اللي هو السكوير روت موليكولار ويت واللينث اللي هو السيكنس او ديستانس والفيسكوستي. يبقى من غير ما ابقى مذاكر لما يقولوا لي الفاكتورز افكتنج ديفيوجن اوف جاسز اكروس ذا بالمونري ميمبرين، يبقى في ذهني ردها الى اكياس ميديم، يبقى سبع عوامل. هندي الستة بس دي، لان الفيسكوستي احنا اللي موجود جوه ميه ولزوجه الميه واحد وضرب المعادله في واحد او اسمتها على واحد لا تؤثر، فانسى الفيسكوستي. يبقى باقي ست عامل صح؟ اه، بس هنستبدله بعامل سابع اللي هو النسبه ما بين التهويه اللي داخل الهواء اللي داخل الرئه والدم اللي جاي الرئه عشان يحصل بينهم ديفيوجن، اللي هو الالفر فنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، الفر بيرفيوجن ريشيو. يبقى يبقوا سبع عامل، اوعى تنسى بقى. يبقى افتكرها رقم اهو اللي كرمه الخالق، الفاكتور سبعه. تستنتجهم ازاي؟ طريقه سهله جدا، سته من المعادله تشيل الفيسكوستي وتجيب بداله الفنتيليشن بيرفيوجن ريشيو، النسبه بين الهواء والدم. سيبكم واحده واحده، وفي عجاله كلنا عارفينهم. نيجي ناخد التلاتة، حب النظام قوي يا ولاد. يبقى هنبتدي بالأربعة الطردي أهم، حاططهم على إيدك اليسار لو أنت باصص للشاشة. أول حاجة بريشر جريدينت أهي، وهنا بقى في أعداد ما ينفعش تمارس طب وتبقى دكتور ما أنتش حافظها. يعني بأذهل لما يبقى في طبيب بيمارس طب فاتح أوفيس ومش حافظ الكلام ده. ضغط الأكسجين في الارتيريال بلاد كام وفي الفينوس بلاد كام؟ طب سؤال داخل سؤال، ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد هو نفسه ضغط الاكسجين في الالفيولاي؟ يعني السؤال يجي بطريقتين، ضغط الاكسجين في الارتيريال هو ضغطه في الالفيولاي. طالب قال فهمنا ليه يا بابا؟ لان الارتيريال بلاد ان ايكوليبريشن ويز الالفيولاي، بيتعادل مع الالفيولاي. وانا قلت كلمه ايكوليبريم في اللغه الانجليزيه جايه من كلمه ايكوال، يبقى لازم الارتيريا اللي يساوي الالفيولاي. طب عاوزها بطريقه اسهل؟ اه، الالفيولاي هي التي تصنع الارتيريال بلاد. طريقه تانية عاوزها بطريقه اسهل، في طريقه ثالثه اوعى تنساها، الايه مع الايه؟ ضغط الغازات في الارتيريال هو نفسه ضغط الغازات في الالفيولاي. وبنفس المنطق لما يسألني ضغط الغازات في الفينس بلاد هو ضغطه في التيشو، لأن قلت التيشوز
ان اكوليبريا مع الفينس بلاد، التيشوز هي التي تصنع الفينس بلاد. طيب انا بقى بحفظها للطلبه بطريقه جميله، عندي اربع ارقام، 2 للاكسجين 2 للسي او 2. ضغوط الاكسجين 400 اكسجين، والكربون دايكسيد 4046. يبقى الاكسجين 400 والكربون دايكسيد 4046. حتى الحفظ فن، التحصيل فني زي ما قلت لكم. يبقى في رقم 40 مشترك، 400 اوكشن 4046 كربون دايكسيد. طبعا التمييز من الميتر ميركوري. طب لو عاوز الجريديان دي ملهاش قيمه في الطب على فكره، ان الجريديان هنا 100 من 40 يبقى 66، هنا الجريديان بتاع السي او 2 46 من 40 يبقى 6، حتى لطيفه 60 و6. بس مش دي الارقام مهمه. ما ينفعش طبيب في العالم يمارس طب وهو ما يعرفش، لان ده في اجهزه بتقيس الكلام ده وتقول لنا العيان ده عنده نقص الاوكسجين، عنده زياده في السي او 2، بس تبقى عارف النورمال ستاندرد. وحفظتها الاجابه بطريقه سهله، 4100 اوكسجين 4046 كربون دايكسيد. شفت بحفظها لك ازاي؟ يبقى تبتدي بالرقم المشترك 4100 اوكسجين 4046. اظن تحفظتها معايا، 4100 4046. طالب غير ذكي قال لي طب وانا اعرف منين مين ارتيريا ومين فينس؟ يا اخي يا اخي شغل دماغك. 4100 اوكسجين، تفتكر الاكسجين، تفتكر الاوكسجين اكتر فين؟ في الارتيريال ولا في الفينس؟ بين الاوكسجين اكتر الارتيريال، يبقى ال100 دي بتاعت الارتيريال، 40 بتاعت الفينس. وبنفس المنطق الكربون دايكسيد 40 46 40 46، تفتكر السي او 2 اكتر فين؟ في الفينس ولا في الارتيريال؟ طبعا في الفينس. يبقى 46 دي بتاعت الفينس و40 دي بتاعت الارتيريال. وعليه للطالب الذكي والمذاكرة والتحصيل فن، الطالب وانس عرف الأرقام توزيعهم ده تافه، لأنه بديهي إن الأكشن أعلى في الأرتيريا والسي أو 2 أعلى في الفينس. ولا تنسى الطريقة اللي حفظناها بيها، 4100 أكشن 4046 كربون دايكسيد. وكنت في مزاح أقول للطلبة أطلب الرقم ده شوف مين هيرد عليك، 4100 4046 40 100 40 46. تاني حاجة الاريا يا اولاد، مسطح الرئتين. شوف العظمة الالهية، يعني الرئتين دول جوه صدرك، يعني تفردهم انت محتاج ايه عشان الديفيوجن يبقى حلو؟ محتاج اريا كبيرة قوي. تصور لو فردت الرئتين على الارض كده يطلع مسطحهم، فاكرين مسطح تنس كورت، ملعب تنس 80 متر مربع. انا اسف ايه اللي مكتوب ده، 80 متر مربع، نصلحها حالا. مش مليمتر مركوي، التمييز مليمتر مركوي ده فوق يا اولاد، اهي هنغيرها. معلش الورق ساعات بيتكتب في عجاله، انما احنا مع بعض نصلح اي حاجه. يبقى هنا متر مربع، انما هنا فوق كان مليمتر مركوي، 80 متر مربع صح؟ شيء رائع. لما قلنا حتى الفزوره بتاعت نيلي لما كانت تقول قد الفيل ويتلف او يتصرف منديل، وكان الاجابه في الفزوره الناموسيه. انا بقول طالب الطب بيجاوب السؤال ده بطريقه ثانيه، لما يقول له قد الفيل ويتلف في حته صغيره كده يقول اللانكس 80 متر مربع. تمبريتشر في النورمال 37، في النورمال 37. والسليبيتي بقى الفاكتور الرهيب العجيب اللي خلى ليه ربنا بيخلي الديفيوجن جوه الجسم في ميه، الكربون دايكسيد ما بزهقش ما بزهقش يا اولاد، is much 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 more soluble in water than oxygen، 24 times more soluble than oxygen. وعليه اتقلبت الموازين من ديفيوجن في صالح الاكسجين خارج الجسم على ملعبهم outside the body في gaseous medium، الى ديفيوجن لصالح الكربون دايكسيد داخل الجسم في أكيس ميديم على ملعبنا. دول الاربع عوامل اللي هم جبناهم منين؟ من المكتوب فوق، بريشر جريديانت 40 100 40 46، الاريا 80، التمبريتشر 37، والسوليبيليتي السي او 2 قد الاوكسجين 24 مره. في سؤال هنا في الشفوي جميل يا اولاد، يقول لك في الاكسرسايز الشخص محتاج مور اوكشن ولا عادي ولا ليس اوكشن؟ اجابه بديهيه، محتاج مور اوكشن. طب قول لي باي طريقه ممكن ان ده يتغير؟ ده سهل قوي قوي، سهل قوي قوي. اولا الجريدينت هيزيد،
وانت فاهمها ليه؟ لان الواحد هيتنفس اسرع، فده ممكن يعمل زياده طفيفه جدا في الاكسجين، وهيستهلك اكسجين كتير، فده ينقص يعني لما يستهلك اكسجين كتير ضغط الاكسجين يقل عند التيشو. فتخيل لما تنفس جامد الاكسجين يزيد، بس ده زياده طفيفه ان هم اوريدي ان ايكوليبريم. انما لما التيشو تنتج تستهلك اكسجين كتير، ده هينقص جدا البريشر الاكسجين في التيشو. يبقى الجريدينت حصل له ايه؟ ده زاد وده قل، يبقى الجريدينت زاد، فده يزود ريت اوف ديفيوجن في الاكسرسايز. نفس كان في كربون دايكسايد، كربون دايكسايد عن التيشو 46 وهنا 40. طب لما الانسجه تشتغل اكتر في الاكسرسايز تنتج سي او 2 اكتر، فيزيد البريشر اوف كربون دايكسايد اكتر، فالجريدينت يزيد. يبقى الاكسرسايز بتزود الجريدينت. ده الطالب ذكي بيفكر، حب النظام جدا. سيبكم واحده واحده. زاد الاريا، تفتكر في الاكسرسايز الاريا بيحصل لها ايه؟ بص لي كده. يبقى الرئه بتصبح اكثر انتفاخا، يعني الالفيولاي بتبقى مور ديستندد، زي بالونه نفختها اكتر، يبقى الاريا بتاعت البالونه يحصل لها لما تنفخها اكتر تزيد. ايفن اقول لك حاجه، واوبننج اوف نيو الفيولاي، كان في شويه الفيولاي كولابسد هتفتح، زود اريا. طب والتمبرتشر لما اجري بتزيد، لما قلت درجة حرارة محمد علي كلي في أثناء المباراة مش 37، معلومة لازم أعرفها الجميع، 40. فشوف الطالب الذكي، أنا عاوز أعلمكم حاجة، ما يفاجأش بالسؤال. مش هو قال لي السؤال مثلا الإكسرسايز يعمل إيه، أقول ما قريتوش ما أعرفوش. الحياة تشالنج يا ولاد، التشالنج للصعب مش للسهل. سألت حاجة أنا مش مذاكرها بس أفكر، إن وات واي، أدي الفاكتورز 7 فاكتورز، ان وات واي الاكسرسايز هيخليهم يعملوا للصالح الاكتر، هيزود الجريدينت، هيزود الاريا، هيزود التمبرتشر، فالديفوجن جاس هتزيد طبعا، مش هيعصر في السوليبيليتي. ما انت بتفكر بقى ايه ذكاء، او يعني اذا عاوز بصوره اخرى، ممكن السوليبيليتي تزيد بس لكلاهما، لان ما فيش تميز لواحد فيهم عن التاني. نيجي بقى الانفيرسي بروبورشن الناحيه الثانيه يا اولاد. كان خدنا منهم عاملين الموليكولار ويت واللينث او الديستانس اوف ديفيوجن. فقلنا الموليكولار ويت الكربون دايكسايد اكبر من الاوكسجين، هنا 44 هنا 32، بالعكس الاصغر هيعدي اكتر، عشان كده التميز للاوكسجين 1.21. وهنا نفس كام اللي قلناه في الصفحه اللي قبلها، من 4 اللي هو السوليبيليتي و5 اللي هو الموليكولار ويت، 4 اللي قبل كده السوليبيليتي والموليكولار ويت، لو حطيتهم مع بعض المباراة على أرضهم في الجاسيس ميديم بره الجسم على أرضهم، كان الأوكسجين هيفوز 1.21 بسبب إنه أصغر. على أرضنا بسبب إن البلمونري ميمبرين فيه مية، السي أو 2 بيدوب 24 مرة أكتر من الأوكسجين في المية، 24-1. لما تاخد نتيجة المباراتين نطلع إحنا الفايزين، 24-1.2 تبقى 20-1. ربنا خلق الرئة، بقولها مليون مرة، to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to remove carbon dioxide then to supply oxygen. وهثبتها لكم في اكتر من محاضره، وراء الخلق خلق، ادي واحده في الاثباتات ان الديفيوجن ربنا خلال صالح CO2 في اكس ميديم. ليه قلتها للاوائل؟ ايمان كان withstand hypoxia for years but cannot withstand hypercapnia. ليه؟ لان السي او 2 دي لوحدها معلومه مهمه جدا، ده primary determinant of pH، and pH life is compatible within a very narrow range of pH changes. طيب هنا الموليكولار طبعا مش هيتغير في الاكسرسايز، ده استحاله بقى خالص، يعني قلنا السوليبيليتي هتزيد، الاربعه اللي قبل كده هيزيدوا بس السوليبيليتي اقلهم عن 100، انها بتزيد ليهم هم اثنين، ومش بحد، مش بجيش جامد قوي. انما الميكرو مش هيتغير. نيجي للثيكنس اوف ذا ميمبرين، قلنا ان الميمبرين احنا عشان الديفيوجن يبقى حلو، فربنا يعني المصلحه ان الثيكنس يبقى كبير، يبقى الميمبرين ثيك ولا ثين؟ قلنا المصلحه يبقى ثين، وحتى تاملت الرقم معاكم، قلت برغم ان البلمونري ميمبرين 6 لايرز صح، لكنه السمك بتاعه مش ملي،
مش مايكرون اللي هي واحد على ألف من المايكرون، إنما بيصل في بعض الأجزاء إلى نص مايكرون. شوف العظمة، 6 لير وبكملوش واحد على ألف من المليا، لأن المصلحة تقتضي. بص يا أولاد هقولها لكم بقى بتأمل، إيريا كبيرة وثيكنس قليل، إنما عمر ما الإنسان كان يطرق إلى ذهنه إن الإيريا كبيرة، كبيرة لدرجة إن الرئتين قد ملعب تنس 80 متر، وما كانش يطرق إلى ذهنه إن الثيكنس برغم إن هما 6 لايرز إلا إنه نص مايكرو. ومين هما 6 لايرز؟ علمتها لكم بطريقة لطيفة. في أربعة إحنا بنتبادل الغازات ما بين الكابيلاري والألفيولاي، دول يدوني 4 لاير. يبقى الألفيولاي باللون الأزرق عبارة عن ألفيولار إبيثيليوم وبيزمنت ممبرين تحتها، والكابيلاري كابيلاري إندوثيليوم وتحتها بيزمنت ممبرين، يبقى ده 4 لاير. الألفيولاي إبيثيليوم وبيزمنت ممبرين والكابيلاري إندوثيليوم وبيزمنت ممبرين، 4 لاير. فين بقى المهم؟ اللي هو اللي جاي التو لاير تانيين، إن الرئة مبطنة بفلويد ويوجد فلويد ما بين الالفيولاي والكابيلاري. يعني حتى كنت معلمها لكم، ميه الفيولاي ميه كابيلاري، فاكر؟ ميه الفيولاي ميه كابيلاري، وده كده باربعه. بس انت عارف الالفيولاي تو لير الفور ابيثيليوم وبيس ممبرين، والكابيلاري تو ليرز كابيلاري انثيليوم وبيس ممبرين. يبقى ميه كابيلاري ميه الفيولاي، او اسف، ميه الفيولاي ميه كابيلاري، مية الفيولاي مية كابيلاري، والالفيولاي اوريدي تو لير، يعني كده 4 لير. مية كابيلاري ادي 2، مية الفيولاي ادي 2، ومية كابيلاري مية الفيولاي باللون الازرق ومية كابيلاري، ادي كده 4. وهتقسم الالفيولاي تو لير الفار ابيثيليوم بيز ممبرين، والكابيلاري تو لير كابيلاري انثيليوم بيز ممبرين. وانتوا دلوقتي بس فهمتوا مية الفيولاي مياه كابيلاري، مياه 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 الفيولاي مياه مياه كابيلاري. ليه؟ عشان الديفيوجن يتقلب رأسا على عقب من جاسيس ميديم لصالح الأكشن لآكيس ميديم لصالح السي او 2، ومش عايدها تاني. تفتكر الاكسرسايز هيعمل ايه؟ انا اقول لك الاكسرسايز هيعمل ايه. لو انا اعمل اكسرسايز يعني هنهج، لما تنفخ البالونة اكتر بيحصل حاجتين. الاريا بيحصل لها ايه اسمعها منكم، الاريا تزيد والثيكنس هيقل، وهو المطلوب في الاكسرسايز. شوف العظمه، الاريا تزيد والثيكنس يقل، زائد كل العوامل تاثرت ما عدا الموليكولار ويت. يعني لما يقول لي تاثير الاكسرسايز على الفاكتور السته دول ايه، خمسه منهم بيبقوا لصالحنا، لان انا عاوز ديفيوجن اكتر، اخد اوكشن اكتر، واتخلص من سيوتو اكتر. الوحيده اللي مش هتغير هي مين يا اولاد؟ موليكارويت. بس لطالب ذكي من غير ما تبقى حافظ السؤال. فين بقى العامل السابع؟ نقوله ونختم بيه. العامل السابع اللي ما كانش في القصه اهو يا اولاد، اللي هو الفولار فنتيليشن برفيوجن ريشيو، VAQ. VA اللي هي الفولار فنتيليشن، A الفولار وV فنتيليشن، وQ برفيوجن اللي هو الدم، برفيوزيت يعني سائل. عاوز اول نفكر بذكاء، احنا كيف يحدث تبادل الغازات يا اولاد؟ بنجيب دم اهو، ونجيب هواء اهو، ونعمل ما بينهم تبادل الغازات. يبقى بنجيب دم ونجيب هواء ونعمل بينهم تبادل الغازات. فأقولها لك بطريقة سهلة وجميلة، يجب أن يبقى فيه نسبة مثلى من الهواء للدم. يعني فكر معايا، هقولها بأسلوب طفولي، إيه قيمة لو جبت هواء كتير وما جبتش دم؟ هتبادل مع مين؟ أو العكس، جبت دم كتير وما جبتش قصاده غازات، مفيش تبادل. يبقى there must be an optimum ratio between the air والblood، the ventilation والperfusion. فهمت الفكرة؟ يبقى أقول لك حاجة، ده العامل السابع ده اللي مش في المعادلة، افتح ودنك، هو الأكثر أهمية، افتح ودنك. بيجي لوحده سؤال given account on ventilation perfusion ratio،
اللي هو مش في المعادلة، مش في الستة بتوع المعادلة بتاعت الاكوسمي، بعد ما طبعا شلنا منها قلنا الفيسكوستي ده اهم عامل. ايه قيمة اجيب هواء كتير من غير دم، او دم كتير من غير هواء؟ نيجي بقى هنشرحه في النقاط الاتية يا اولاد، ستة او سبع نقاط، هقول لك ممكن يبقوا ستة ممكن يبقوا سبعة، يعني العامل السابع اوريدي فيه سبعة عشان نبقى متفقين. اول حاجة الديفينيشن، حب النظام جدا، لو جالك سؤال ده عارف كتبتهم، لو في فول مارك يدوها لك، هي نسبة بين ايه وايه؟ فكر معايا، هل انت يهمك اللي بناخده في الدقيقة ولا اللي بيدخل الالفيولاي في الدقيقة؟ يهمك البلمونري فنتليشن، الهواء اللي بيدخل اللنج ديد سبيس والفيولاي، ولا يهمك اللي بيدخل الالفيولاي بس؟ مين اللي بيعمل تبادل غازات؟ لطالب بيفكر، اللي بيعمل تبادل غازات في الالفيولاي مش في الديد سبيس. يبقى بكلمه فنتليشن نحن نعني الالفيولار فنتليشن، هي نسبه بين الالفيولار فنتليشن، مش فنتليشن، الالفيولار، الالفيولار مش بالمونري. بالمونري ده عباره عن الالفيولاي وديد سبيس. ومين كميه الدم اللي بيبعتها الرايت سايد الرايت فنتكل لللنج؟ دي بيسموها الكاردك اوتبوت، هناخدها في محاضرات الكاردك اوتبوت. الفوليوم اوف بلاد بامبد باي وان فنتكل، اللي هو مين؟ اللي هو دلوقتي الرايت فنتكل، بير مينيت، بير مينيت. يبقى هي نسبه بين الالفر فنتليشن والكاردياك اوتبوت. يا سلام بقى، ما ينفعش اي حاجه ثانيه. الهواء المعني هو الهواء الذي يدخل الالفيولاي، الالفر فنتليشن، والدم هو الدم الذي يبعث به الرايت فنتكل في الدقيقه، اللي هو الكاردياك اوتبوت. النقطه الثانيه ميجرمنت، بنقيسه ازاي؟ بالدايليشن برنسبل، المصادفه الجميله الجميله ان نفس الماده اللي بنقيس بيها الفنتليشن هي نفس الماده اللي بنقيس بيها البرفيوجن، واسمها راديو اكتيف زينون، الزينون المشع، زينون مش مشرحه زينهم. انا بقول لك عشان ساعات الطالب يقول لي ما افتكرش الاسم، يا اخي افتكر في مشرحه قلت كل ضحايا الاطباء بيطروح هناك يعني يشرحوها، وحضرتك تشرف في القسم بتاع زينهم، فهي ما اسمهاش زينهم، اسمها زينون. بس ساعات الطالب بيقول ان احنا نسينا انما افتكرناها من الحكايه. يبقى الغاز اسمه راديو اكتيف زينون نوت زينهم. لما تستنشقه، بص لي، من درجة تخفيفه يديك الفنتليشن. طب لما تحقنه في البلمونري ارتي من درجة تخفيفه يديك الدم اللي داخل الرئة، اللي هو الكاردك اوتبوت. يبقى المادة المستخدمة في قياس هذا الريشيو اسمها راديو اكتيف زينون، راديو اكتيف زينون. علمتك حاجة يا أولاد، لما تقول ميجرمنت قواعد مع الدكتور ناجي لازم تقول وراها النورمال ستاندرد. بعد ما قلت ميجرمنت لازم تقول طب نورمال ستاندرد كامل. الفار فنتليشن قلنا حوالي 4 لتر في الدقيقة، خلاص 4 لترز، 12 مرة 350 بيدخلوا الالفيولاي، 12 مرة في الدقيقة بنتنفس الريسبيراتوري ريت بيدخل 350 جوه الالفيولاي حوالي 4 لتر. الكاردياك اوتبوت ده رقم تحفظه صم، وهنرجع له مليون مره في سيركشن ديورينج ريست. الكلام على فكره كل ده ديورينج ريست بيتغير لو عملت اكسرسايز. قلنا ازاي؟ 5 لتر، 4 على 5 تبقى 0.8. دي النقطه الثالثه. يبقى خلصنا ثلاث نقط، حب النظام او الديفينيشن، هي نسبه بين الالفر فنتليشن والكاردياك اوتبوت. النقطه الثانيه الميجرمنت بالدايليوشن برنسبل، خلاص دايليوشن برنسبل باستخدام راديو اكتيف زينون، وتطلع كام؟ 4 على 5 اللي هي 0.8. النقطه الرابعه فيسيولوجيكال فاريشن، هل النسبه بين الهواء والدم، افهم السؤال الاول، النسبه بين الهواء والدم متجانسه هي في كل اجزاء الرئه؟ قال لك لا، بتفرق في الايبكس بتاع الرئه عنها في البيز، ريشيو مش هي ده اهم سؤال في الام اس كيو. تعالى نفكر مش بذكاء بس بمنطق، مش عاوزه ذكاء، عاوزه منطق بس. لو انت مطرح البلاد اللي جاي من الرايت فنتكل اسهل لك تطلع الايبكس ولا تنزل البيس؟
منطق الامور اسهل تطلع ولا تنزل. طبعا اسهل اروح البيز مع الجرافيتي من ان اطلع الايبكس. خلاص يبقى نطبق، يبقى في الايبكس البرفيوجن قليل، يبقى المقام اللي تحت قليل، يبقى الريشيو يحصل لها ايه؟ تزيد تبقى 3. بينما في البيز الدم بيروح للبيز كتير، يبقى البرفيوجن كتير، البرفيوجن كتير، يبقى لما المقام يكبر يبقى الريشيو تقل تبقى 0.6. بشبهها باسلوب بسيط يا اولاد، زي ما اقول متوسط دخل الفرد في دولة ما مثلا زي الكويت من اعلى الدخول في الدنيا، او قطر اعلى واعلى معايا يعني كذا. هل ده معناها كل الناس في هذه الدولة الكويت او قطر بتكسب نفس المبلغ؟ لا. انا حتى قلت اهو معلومة في المعلومات العامة، دول من الدول العالية جدا عندنا في بلادنا العربية من حيث دخل الفرد. هل كل الناس بيطلع لهم نفس الدخل مثلا نقول 80,000 دولار في السنة؟ لا طبعا. في ناس بتكسب يعني مليارات في السنة، وفي ناس ما بتكسبش حاجة. ففي فرق بين العام، النسبة العامة الفنتيليشن برفيوجن ريشيو 8/10. ده زي دخل الفرد المتوسط دخل الفرد، لكنه بيختلف في العالي وفي الواطي. فبقولها بنفس المنطق، وده عشان كده حكيت الحكاية. والطلبة لما بتيجي في الام اس كيو ما بيقعدوش يحسبوا الحسبة دي، ان يقول الدم يطلع الايبكس صعب فالبرفيوجن يبقى قليل فالنسبة تبقى عالية خلاص تبقى 3، سهل ينزل البيز فالبرفيوجن يبقى كتير يبقى المقام كبير يبقى النسبة تقليلة 6/10. انا اقولها بحاجة برضو فيها مزاح عشان تفتكرها، والطلبة يقولي بنفتكر انت قلتها ازاي. طول عمره العالي عالي والواطي واطي، عشان ما تنساش الايبكس العالي العالي النسبة عالية 3، والبيز الواطي قليل 6/10، ولكن النسبة العامة 8/10. حلوة كده؟ مش هتنساها في الام اس كيو بقى، مش هتقعد تفكر وتحسب تقول العبد الله قالها لنا، دكتور ناجي قالها لنا، العالي عالي والواطي واطي، دي النسبة العامة 8/10. لكن في العالي عالي في الايبكس تصل الى 3 وفي البيز 6/10. وفاهم ليه؟ تعال بقى معلومة بمليون جنيه كمان، تعال نشرح نشوف ايه وضع الايبكس ده. الايبكس هو اسوأ حتة في الرئة. ليه؟ لان البرفيوجن الدم اللي بيطلع له اللي هو عنده ديفنسيف فانكشن قليل، وقلنا عشان كده الريشيو زادت بقت 3. ده مش كده وبس، ده الفنتيليشن كمان قليل، تهويه قليله. بص معايا دي بقى، لو ما فهمتهاش مع عبد الله مش هتفهمها بسهوله. اللنج بسبب ثقه ليها اهو بتهبط لتحت، فبتقرب على البلورا تحت وبتبعد على البلورا عند الايبكس. بص ده البلورا ودي اللنج، اللنج بتقع لتحت فبعدت عن البلورا عند الايبكس قوي لانها سقطت على تحت. فاحنا قلنا لما سطحين بيبعدوا عن بعض بيبعدوا، ده بيخلق مور نيجاتيف بريشر، ده بيخلق مور نيجاتيف بريشر. فعند الايبكس الالفيولاي بتبقى مور ديستندد، بس ان حواليها نيجاتيف بريشر عالي حركتها صعبه، فبقى الفنتيليشن بتاعها وحش. برضو نشرح بالمنطق يا اولاد، انتوا ملخبطين بين حاجه واسعه والتهويه. هقولها بمنطق الحياه، طول عمري شرح طفولي، اوضه واسعه بس ما فيهاش حركه هواء، ما فيهاش شبابيك، اتساعها ما يخليش تهويه حلو. احنا لما 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 الالفيولاي تصغر وتكبر هو ده اللي بيعمل تهويه، تحرك. طيب الالفيولار البلورال بريشر حوالين الالفيولاي في الايبكس لما سقطت الرئه كده بعدت عن البلورا خلق حواليها نيجاتيف بريشر عالي، خلاها متسعه شويه بس في نفس الوقت ما فيش حركه، حركتها صعبه والحركه بركه، فالتهويه هباب في الايبكس. فهمتها ليه؟ يبقى بسبب الجرافيتي كرييتس مور نيجاتيف بريشر عند الايبكس، خلى الالفيولاي مور ديستندد بس فيري بور موفمنتس، بقى حوالي نيجاتيف بريشر شديدها. الحركه هي اللي بتعمل تهويه يا اولاد، الحركه مش الاتساع والضيق. معايا؟ العكس، العكس في الايبكس لما اللنج بثقاليها وقعت كده قربت من
من الـ من الـ من البلورا تحت. فلما يقربوا ده يخلي البريشر ليس نيجاتيف. احنا قلنا يبعد يخليه مور نيجاتيف، يقرب ده بالعكس ممكن يخليه بوز، هو ليس نيجاتيف. يبقى عاوز اعلمكم حاجه في الحياه، ما هي اسوأ حته في رئتك؟ اوعى تنساها، الايبكس. ليه؟ البرفيوجن مع الاعتذار في التعبير هباب، دم مش عارف يطلع، والفنتليشن هباب. بس مين هبابين؟ البرفيوجن، عشان كده ريشو زادت. يعني الفنتليشن قل اهو عشان في مور نيجاتيف بريشر حوالين الايبكس بسبب ان الرئه سقطت بثقلها، بعدت اكتر عن البلورا، فده كرييتس مور نيجاتيف بريشر، خلاها واسعه بس مش عارف اتحرك، قل الفنتليشن ومفيش دم عارف يطلع ايبكس، خلى البرفيوجن هبابين. يعني النقص في البرفيوجن اكتر من البرفيوجن، عشان كده المقام صغر اكتر فالريشيو زاد بقى 3. ده انا عاوز اقول لك حاجه في حكايه الايبكس برضو، ده البرفيوجن من كتر ما هو قليل الالفولار بريشر اعلى من الكابيلر بريشر، ده مش عارف يطلع فوق، فالكابيلر بريشر قليل جدا اقل من الالفولار بريشر، فالكابيلر بتبقى مقفوله فوق في الايبكس، مفيش دم يسكر. طالب قال لي طب ممكن تقول لنا مثال حلو كده نقعد فاكرينه طول عمرنا؟ عارف ايه اخطر الامراض في الصدر؟ سل تبركلوزس دلوقتي بس، ومش هتنسوها ذا ريست اوف لايف، اني علمتها لكم. اكثر منطقه يصيبها السل في الرئه هو الايبكس. ليه؟ لان منطقه تهويتها هباب، واحنا ده احنا عارفين حتى المناطق اللي ما فيهاش عايشين في 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 سلام ارياز، البيوت جنب بعض بيجي لهم سول، تهويه الوحشه هباب، والبرفيوجن هبابين. ما هو البلاد ده عنده ديفنسيف فانكشن، حته لا بيجي لها هواء ولا بيجي لها دم، سهل قوي يرتع فيها جرثومه التي بي. الطلبه ليه انا بقول الكلام ده؟ ليه الطلبه بيقولوا احنا بننسى الشرح، بننسى الموضوع، بس بنقعد فاكرينه من الحكايات، كما ان الحكايات بتدي مردود كلينيكي، يبقى دكاتره شاطرين. مش لما يسالني في الباثولوجي التوبركلوز بيجي فين اكتر، تقول اعلمها لنا دكتور ناجي، مع الاعتذار في التعبير الايبكس بتاع اللنج الفنتليشن هباب بسبب انه في مور نيجاتيف انتربرو بريشر بيخليها صعبه الحركه، النيجاتيف بريشر شديدها، مفيش حركه مفيش تهويه، والبرفيوجن هباب بسبب الدم مش عارف يطلع، لدرجه ان البريشر في الكابيلاري فوق اقل من الالفا بريشر فبتبقى مقفوله. دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه ده، وممكن اقولها الخامسه والسادسه، يعني ايه؟ اقول الباثولوجيكال فاريشن والكومبنسيشن، ايه ازاي ربنا يعني بيحفظنا حتى في المرض. فممكن اعملهم نقطتين، باثولوجيكال فاريشن وكومبنسيشن، او اعملها نقطه واحده، عشان كده قلت لك خمسه او سته او سبعه. pathological variation، تعال نفكر بهدوء، فكر بهدوء. هناخد مرض بيقلل ال ventilation ومرض بيقلل ال perfusion، طيب عشان نشوف تأثير ده. لو عندي مرض بيقلل ال ventilation زي اي عين عنده برونكال اوبستراكشن، وانتوا حافظينها احسن مني دلوقتي لان علمتها لكم صح، في مرض اكيوت ومرض كرونيك. الاكيوت علمتها لكم قبل ما تروح امراض باطنه، هو البرونكال اثما، الربو الشعبي، اشهر مرض حاد يعمل ضيق في الشعب. طب ومرض كرونيك مزمن اللي هو الانفيزيما، قلنا في الهيفي سيجرت سموكرز، الناس بتشرب سجاير كتير، اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، سي او بي دي، حتى كده سي او بي دي، كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. يبقى هنا بقى لما يحصل اوستراكشن يبقى مين اللي قال يا اولاد؟ يبقى اللي قال الفنتليشن، وعليه تعالى حتى اكتبها لك. يبقى الريشيو هيحصل لها ايه؟ لما الفنتليشن يقل يبقى ده اللي فوق، يبقى الريشيو هتقل اهي، الفنتليشن قل يبقى الريشيو تقل في المرض ده. ناخد مرض تاني اللي هو اتقفل البلمونري ارتري، يبقى في هذه الحاله لما يتقفل البلمونري ارتري في ثرومبس في البلمونري ارتري، يبقى في الحاله دي البرفيوجن يقل وعليه الريشيو تزيد، يبقى ده الباثولوجيكال فاريشن. تجيب لنا مرض بيؤثر في الفنتليشن ومرض بيؤثر في
perfusion. مرض بيؤثر في الفنتيليشن زي مين؟ زي قلنا البرونكال اثما والانفيزيما. الفنتيليشن قليل يبقى الريشيو هتقل، ان اللي فوق قل بسط قل. ومرض تاني اثر في الفيوجن ده بروبلمال ثرومبوزيس، يبقى المقام اللي قل يبقى ريشيو تزيد. طب انهي المرضين احسن، لما ريشيو تقل ولا تزيد؟ برضو علمها لك، لما قلتها لكش عمرك ما تفتكرها. لما الريشيو تقل ولا الريشيو تزيد احسن؟ الاجابه برضو، واعتذر عن الاسلوب، الاثنان هباب. الريشيو يقل وحش، الريشيو يزيد وحش. There must be an optimum ratio. وبقولها باسلوب طفولي، ايه قيمه اجيب دم وما فيش قصاده هواء، او العكس اجيب هواء وما فيش قصاده دم؟ هيتبادل مع مين؟ هيهبب ايه؟ There must be an optimum ratio. 8/10. يبقى ما يلخبطكش، تبقى دكتور واثق في نفسك. يقول لك نقص الريشيو زياده الريشيو في امراض صدريه ايهما افضل؟ 22. ده مش بيع الاوبتيم ريشيو، لازم نسبه من الهواء 4 لتر الى نسبه من الدم 5 لتر، هي دي النسبه المثلى للتبادل. اي حاجه تانية يبقى تهريج. طب تعال نشوف الايفكت اون الفر اير، يعني الباثولوجيكال فاريشن ده هيعمل ايه على الالفر اير. تعال ناخد الحاله سهله قوي، لو في برونكال اوبستراكشن هنا، خلاص برونكال اوبستراكشن، يبقى مفيش هواء بيدخل الالفيولاي دي، يبقى الدم زي ما جه الفينس هيرجع فينس، ويبقى في هذه الحاله الالفيولاي هتيكوليبريت مع فينس بلاد، يبقى الالفيولار اير كانه فينس بلاد. الفينس بلاد قلنا بقى نسبه الاكسجين فيه قليله 40، فاكر 40 100 40، ونسبه سي او 2 عاليه، فاكر 40 46، يبقى 46 ملم مربع. يبقى ده سؤال في الام اس كيو، لما يتقفل البرونكس الالفيولار اير هيبقى وضعه ايه؟ هيبقى ايكوليبريتد مع فينس بلاد. الفينس زي ما جه فينس هيرجع فينس، يبقى هيبقى زي الفينس بلاد، اوكشن قليل وسي تو كتير. شوف العظمه الالهيه، العظمه الالهيه يا اولاد. بقول في كل محاضره باثبت وجود الخالق في اكثر مره. الكومبنسيشن بقى، ان حتى العين الالهيه تحرس المريض. ربنا هو اللي بيعالج يا اولاد. بقول جمله جميله هتسمعوها مني باذن الله في العام القادم، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر، مش احنا بنداوي، احنا بنساعد شويه الـ 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 الشيء، لكن ربنا اللي بيداوي. شوف العظمه، يبقى اذا الالفيولاي اصبح فيها الاكسجين قليل زي الفينس بلاد والسي او 2 كتير. الاكسجين القليل ده الهايبوكسيا، يعمل ايه؟ يعمل فازو كونستريكشن في الفيس اللي جاي الالفيولاس دي، يعني الالفيولاس اللي الاكسجين قل فيها ده يعمل فازو كونستريكشن للفيس اللي جاي لها، وعليه البلاد يبقى شيفتد تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي. يعني هي مش جاي لها هواء، نجيب لها دم يهبب ايه؟ ما هو لازم يجوا الاثنين مع بعض، ده اللي قلناه. فربنا علمنا كده، لما البرونكس يتقفل يروح ربنا قافل لنا الفيسل، لو في مرض قفل البرونكس الفيسل يحصل فيه فازو كونستريكشن بسبب الهايبوكس، فالبلاد يبقى شيفتد تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي. شوف العظمه. هنا التامل وهو خاص بالعبد الله، لان انا عارف زملاء اصغر سنه مش فاهمين ايه العظمه دي. لما هناخد في السيركوليشن يا اولاد هنلاقي في السيستميك، مش في البلمونري، في السيستميك عكس الرئه، نقص الاكسجين بيعمل فازو دايلتيشن، لان لما نسيج بيشتغل والاكسجين ناقص عاوز دم، فربنا خلى نقص الاكسجين. ما هو هيحصل امتى نقص الاكسجين في السيستميك؟ لما 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 النسيج يشتغل كتير يبقى عاوز اكسجين، الاكسجين ناقص، ربنا خلى الهيبوكسا تعمل فازو دايلتيشن. ده فين ده؟ في السيستميك. بينما في البلمون ربنا خلى الهيبوكسيا نقص الاكسجين ما تعملش زي سيستميك فازو دايلتيشن، تعمل فازو كونستريكشن. لان المصلحه هنا ان ما يحصلش فازو دايلتيشن، سيستميك يحصل فازو كونستريكشن. ليه؟ ما جالهاش اكسجين، ما يجيلهاش دم، فالدم يبقى شيفت تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي. فين التامل برضو؟ عاوز معلش هضيع وقتكم بس عشان التاملات دي مهمه جدا. الهايبوكسيا هي الهايبوكسيا، والفيسل هو الفيسل، يعني نفس الاستيمولس ونفس الاورجن. انما انه في السيستميك يحصل فازو دايلتيشن
وفي البلمونري يحصل فازوكسكشن العكس تبع للمصلحة. يعني كان مفروض لو دي قوة الطبيعة اللي بتخلق يبقى كان مفروض في الحالتين يحصل نفس الحاجة، نفس المؤثر وهو الهيبوكسيا ونفس الفيسل وهو فيسل، فكان مفروض يحصل فيهم هما الاثنين نفس الشيء، الهيبوكسيا في تعمل نفس الحاجة بنفس الفيسل. لا، ده تبقى صالح لو في سيستميك سيركوليشن اورجان يشتغل كتير استهلك الاكشن حصل هيبوكسيا، ده عاوز اكشن كتير يبقى يحصل له فازو دايليتيشن يجي له اكشن كتير، ده في سيستميك. في اللنج الالولس حصل لها هيبوكسيا نعمل ايه؟ الفيس اللي جاي لها حصل له فازو كونستكشن عشان البلاد يروح للولفنتريت الالفيولاي، يبقى الهيبوكسيا الهيبوكسيا والفيسل والفيسل. لكن الريسبونس بيحدث افتح ودانك تبعا للصالح، للصالح. الصالح ده ما يقيسوش غير قوة عاقلة نسميها الله، ومع ذلك استغرب ان يوجد ملحدون. ده كل واحدة في اللي بقولها دي لوحدها يعني تسقط اي تفكير لملحد. اجيبه كده اقوله بص the same factor هو الهيبوكسيا the same organ وهو الفيسل، لو طبيعة تعمل في الحالتين obstruction او في الحالتين dilatation، انما تبع للصالح ان متى يحدث هيبوكسيا في الالفيولاي لو اتقفل برونكس، فالصالح هنا ما جالهاش اوكشن ما جبلهاش دم فيحصل فازوكونستريكشن عشان البلاد يبقى شيفت تو ذا ولفنتريت الالفيولاي. ده في البلمونري. في السيستميك اورجان بيجي له دم قليل ليه؟ الاوكشن قل عنده لان هو بيشتغل كتير يبقى عاوز دم كتير، فربنا يخلي هناك الهيبوكسيا تعمل فازوديليتيشن. اتمنى تبقوا فهمتوها. يبقى ما حدش من الزملاء هيسألكم فيها بس تأملات خاصة أن وراء الخلق خالق. تعال خد اللي بعدها في الباثولوجيكال ماتش، يعني حاجات إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ تعال بقى عيان عنده بالمونري ثرومبوزس، الألفيولا زي ما بيجيلهاش دم. طب ما هو وضع الألفيولا إير؟ الهواء زي ما جه أتموسفيرك هيقعد أتموسفيرك، هو داخل ما تبدلش مع حاجة، ما فيش بلاب بيج، فبقى الألفر إير زي الإنسبارد إير زي الأتموسفيريك إير. الألفر إير في الحالة دي زي الأتموسفيريك إير، نسبة الأكشن عالية جدا 152 مليمتر ميركوري وما فيش CO2 وسكر قلنا في الألفر إير، في الأتموسفيريك إير إنسبارد إير زيرو، يبقى أكشن كتير جدا ما تاخدش، فيش ما فيش دم جه، فالهواء زي ما دخل زي ما خرج، فبقت الالفيولاي متصله بالاتموسفير، يبقى الالفر اير كانه اتموسفيريك اير او كانه انسبايرد اير، لان اوكسجين ما فيهوش سي او 2. طب شوف العظمه بقى، يعني الالفيولا زي ما بيجيلهاش دم يبقى اجيب لها هواء يعمل ايه؟ فربنا خلى الهايبوكابنيا نقص ثاني اكسيد الكربون يعمل برونكو كونستريكشن، فهي لا جاي لها دم ولا يجي لها هواء، فيبقى الاير الشيفتد تو ذا ويل بيرفيوزد الفيولاي. ايه العظمه دي؟ يعني حصل لها هنا مفيش دم جاي، كان فيه ثرومبس هنا فمفيش دم جاي، فقلنا حصل اتي يبقى الهواء زي الاتموسفيريك اير، في اوكسجين كتير ومفيش سي او 2، فربنا خلى الهايبوكابنيا مفيش هواء بيجي، يبقى مفيش داعي ان احنا مفيش دم بيجي يبقى مفيش داعي نجيب هواء، مفيش دم قاسب بيجي يبقى مفيش داعي نجيب هواء، فعمل برونكو كونستريكشن، هايبوكابنيا عمل برونكو كونستريكشن، وبالتالي الاير بقى مش هيروح هنا اللي ما بيجيلهاش دم، هيروح للويل بيرفيوزد الفيولاي. ايه العظمه دي؟ يعني حتى في المرض ربنا بيخلي التغيرات للصالح، اللي هي باختصار يا اولاد خدها بقى باختصار كده، ما في البرونكس مقفول ما فيش هوا يبقى نقفل الفيسل، اتقفل برونكس نقفل الفيسل، والعكس صحيح، اتقفل الفيسل نقفل البرونكس، حلوة؟ يبقى اتقفل البرونكس نقفل الفيسل، اتقفل الفيسل نقفل البرونكس، فالحكاية تروح للويل فنتليتد أو الويل بيرفيوزد الفيولاي. وعشان تحفظ مين المؤثر هنا احفظهالك برضو، عندي قلت التحصيل فني في الحالتين الهايبو، الهايبو هنا الهايبوكسيا وهنا الهايبوكابنيا، حلوه ما تجيش احلى من كده. هنا المؤثر اللي عمل فازو كونستريكشن لما اتقفل البرونكاس لازم نقفل فيسل هايبوكسيا،
اتقفل الفيسل نقفل برونكس هايبو كابني يعني في الحالتين هايبو اوعى تنساها بقى. طيب ليه ده اهم العوامل يا اولاد اللي هو الفنتيليشن برفيوجن ريشيو؟ لانه الديستربد في بي ريشيو هو اهم سبب في العالم في الامراض الصدريه للهايبوكسيا، يعني اهم سبب يعمل نقص الاكسجين في الجسم للهايبوكسيا. هو عشان هنبقى في عندنا محاضره عن الهايبوكسيا، اهم نوع في الهايبوكسيا هو الهايبوكسيك هايبوكسيا، نقص الاكسجين بسبب نقص الاكسجين. اهم سبب لاهم سبب هو ديستربد في بي ريشيو. انا دي بقولها للزملاء الاصغر سنا، وبقولها لان دي تملي بنحب نقولها عندنا في نورث امريكا، لان ما بندرسش طب كده بنتسلى، عاوزين نطلع اطباء فاهمين. ما هو اهم سبب نقص الاكسجين في الجسم؟ ديستربد في بي ريشيو. طيب النقطه السابعه بقى قلنا دي ممكن تعتبرها نقطه او نقطتين، ممكن تقول باثولوجيكال فاريشن والكومبنسيشن او الماتشنج، يعني اللي حصل مرض وكيف اصلحه الله، ممكن تعملها نقطه لوحدها. النقطه السابعه الاخيره ونقفل بكده يا اولاد، دي ممكن تقولها ممكن ما تقولهاش خالص، لانه سؤال اكاديمي اوف نو فاليو. نفهم فين السؤال الاول على راي سعيد صالح، فين السؤال واحنا نجاوب على السؤال، فين السؤال؟ عاوز اعرف السؤال. وهنا برضو ادي ثالث اثبات لوجود خالق في المحاضره دي. قال لك الايكوليبريم بتوين الالفولار اير والبالمونري فينوس بلاد، يعني الالفيولاي بيحول البالمونري فينوس بلاد الى ارتيريال بلاد، بيعمل له ارتيريالايزيشن اوكسجينيشن، محتاج ربع ثانيه 25% من الثانيه، نيدز اونلي كوارتر اوف ا سكند. وقلت كلمه ايكوليبريم هعيدها المره ال 500، جاء من كلمه ايكوال، يعني يصبح الالفيولاي زي الارتيريال بلاد بالظبط، لما يجي الفينوس بلاد للالفيولاي في ربع ثانيه يصبح هذا الفينس ارتيريال بنفس نسب الالفيولاي، الالفيولاي زي الارتيريال. محتاج قد ايه؟ ربع ثانيه. عندي تامل حتى في حتى الاعداد تقول ان وراء الخلق خالق. طب واحنا ديورنج ريست واحنا قاعدين الدم بيقعد قد ايه في الرئه؟ سهل نحسب، احب قوي الارقام، انا الارقام لا تكذب. احنا لو عدد نبضات قلبك حاجه و70 72 يبقى النبضه بتاخد حوالي 3 ربع ثانيه، يعني الدم كل 3 ربع ثانيه بيجي دم للرئه، كل 3 ربع ثانيه الدم بيتغير في الرئه، يبقى الدم بيقعد في الرئه 3 ربع ثانيه. بينما الايكوليبريشن مش محتاج 3 ربع، محتاج ربع ثانيه. حلو؟ طيب فين التامل؟ لسه ما قلتهوش يا اخي. حتى الارقام دي تقول وراء الخلق خلق، يعني الايكوليبريشن عاوزه ربع الوقت اللي بيقضيه الدم في ده، ربع ثانية ده 3/4 ثانية، يعني الدم بيقعد 3 أضعاف الوقت اللي محتاجينه، بيقعد في الريست 3/4 ثانية، بينما احنا محتاجين ربع. ليه؟ قعدت افكر فيها لنفسي وبقولها للزملاء الاصغر سنا. هو احنا ده ديورنج ريست النبض حاجة و70، النبض ده اقصى حاجة يزيد كم مرة في الانسان؟ عارف كم مرة؟ الحقيقة المذهلة 3 مرات الريستنج، يعني ممكن نبض الانسان يزيد، اضرب بقى 70 في 3 تطلع كام؟ 210. خلاص؟ وعلى فكره 210 دي في الاطفال بس، الادلت عمره ما يعدي 200 مهما زاد النبض وما عديش 200، شوف مين يفتكرها في السيركوليشن. طب لو انت نبضك 200 وان عمره ما هيعدي 3 اضعاف، يبقى المده اللي هيقضيها الدم بقى في الحاله دي قد ايه؟ 200 يبقى هيقضي ربع ثانية، وهو الزمن اللازم للإكوليبريشن، يعني الأعداد ربنا حاسبها لنا. أنت الإكوليبريشن محتاج ربع ثانية، حلوة؟ طب أنت ديورينج ريست الدم بيقعد قد إيه؟ بيقعد 3/4 ثانية. مهما زاد نبضك هيزيد كم مرة؟ ماكسيموم 3 مرات، مفيش أكتر من كده. وعليه لما يزيد 3 مرات يبقى الزمن هيقل بقى، ما هو بقى القلب سريع يبقى هيقضي وقت اقل، زاد 3 مرات يبقى الوقت هيختزل لثلث ال 75%، يبقى هيختزل الى 25% من السكند، وهو الزمن اللازم للإكوليبريشن. وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله، ومع ذلك استعجب أن يوجد في العالم ملحدون.
هكتب في يوم من الايام مجموعة مقالات عقلانية، لن استند الى اي اسانيد ايمانية روحانية لانهم لا يؤمنوا بما نؤمن به، اسانيد عقلية هجيبوا صدفات ايه ده، ده كل حاجة متزبطة. الإيكوليبريشن احتاج ربع ثانية، الزمن دورينج ريست تربع ثانية، مهما زاد الهارت ريت اقصى حاجة كام ثلاث مرات يبقى يختزل الزمن ده الربع، تربع يبقى تربع يبقى ربع ثانية، ستيل هيحصل كومبليت إيكوليبريشن. تعال بقى نفهم السؤال، فين السؤال؟ طيب يبقى الزمن ايا كان يكفي الإيكوليبريشن، قلب بطيء قلب عادي دورينج ريست سريع بطيء، سؤال اكاديمي ملوش معنى. طيب يبقى انت قلت لنا بعد كل هذا الكلام ان المفروض الارتيريال بلاد يبقى عنده نف من ايكوليبريم مع الالفر اير، فضغط الاكشن في الالفر اير 105 وانت قلت انه قعد نفس المده، فكان مفروض يبقى ضغط الاكشن في الارتيريال بلاد 105 برضه، لكن هو 100 بس. ده السؤال، ديفرنس تافه اكاديمي ملوش اي قيمه في كلينيكال، بس عاوزين نجاوب السؤال ده ليه. انت عمال تتكلم نص ساعه بتقول لنا ان الزمن كافي للايكوليبريم، وكلمه ايكوليبريم معناها ايكوال، طب ليه الارتيريال بلاد داز نوت ايكوالايز مع الالفر اير؟ ليه مش هما 100؟ ليه الالفر ستيل اعلى حاجه بسيطه ب 5 105 ولا 100؟ ده السؤال. فين الاجابه؟ الاجابه تنقسم الى شقين. احنا قلنا يا اولاد ان البرفيوجن بتاع الايبكس هباب 10% بس بالدم في الرئه بيطلع فوق، ودول عندهم هاي فنتيليشن برفيوجن ريش 3، بينما البرفيوجن بتاع البيز حلو بيجي دم اكتر وعليه فيه لو فنتيليشن برفيوجن ريشيو يعني اللي هو 0.6، يبقى 57% من البلاد بيروح للبيز و10% بس بيروح للايبكس. لو كان ده عنده هاي ريشيو يعني الفنتيليشن حلو جدا هنا نسبه للبرفيوجن، والفنتيليشن هنا وحش نسبه للبرفيوجن، لو كان الايبكس بيوصله 50% من الدم والبيس 50% من الدم، كان دي عوضت دي، الزياده في الفنتيليشن في الايبكس نسبيا بالنسبه للبرفيوجن عوضت النقص في الفنتيليشن في البيس نسبه الى البرفيوجن، لكن ده الايبكس بيوصله 10% والبيس بيوصله 57%، فعشان كده ما قدرش اللوف دي تعوض دي، ما قدرتش تعوض، هنا الفنتيليشن قليل نسبيا ما قدرش يعوض ده، لانه 10% مش هتعوض 57، 10% الحلوه اللي هي هاي فنتيليشن بروفيجن ريشيو ما تعوضش 57 لو فنتيليشن بروفيجن ريشيو. السبب الثاني، ان حصل فيسيولوجيكال شنط اللي هي فينس تو ارتيريال شنط، يعني فينس بلاد اتحط على ارتيريال بلاد، طيب قال لك انه حتى لو كان يعني النسبه هنا 50 150% وده عوض ده، برضه الارتيريال هيبقى اقل من الالفيولاي. ليه؟ نفرض الارتيريال ساب الالفيولاي زيها بالظبط، حصل حركه غريبه شويه، هذا الارتيريال اللي مفروض فيه 105 تم إضافة فينس بلاد عليه، جاي منين؟ من مصدرين، من البرونكاي، الفينس بلاد بتاع البرونكاي ده فينس كان مفروض يروح للرئة تو بي أكسجينيتد، لا بيتضاف دايركتلي على الأرتيريال بلاد اللي خارج من اللانج، والكوروناري فينس بلاد اللي جاي من الهارت كان مفروض ده فينس بلاد جاي من القلب مفروض يروح اللانج تو بي أكسجينيتد وبعدين يتحط على الأرتيريال، لا اتحطوا مباشرة على الأرتيريال. قعدت اتامل فيها لنفسي وليه ربنا عمل كده، اقول لك المنطق، المكسب لا يوازي الخساره، المكسب احنا طبعا لما حطينا فينس بلاد على الارتيريال خفض شويه نسبه الاوكشن، بدل يعني هو خرج من الالفيولاي نفر 105 بس اتحط عليه شويه فينس بلاد فخفضوها من 105 ل 100، لو انت عاوزها 105 كانت هتكلفك كتير قوي، عاوز دي 105 ودي 105 هتكلفك كتير، عارف ده معناه ايه؟ انك تعمل سيركوليشن للدم اللي جاي من البرونكاي وسيركوليشن ثانيه للدم اللي جاي من عضله القلب، عباره بقى عن تيتال ارتريز وكابيلاز وفينز، وترجعهم لللانج تو بي اوكسجينيتد. طب ده هنعمل تو سيركوليشنز عشان نوكسجينيت قطرات من الدم جاي من البرونكاي وشويه دم صغيرين جاي من عضله القلب،
يعني تكلفه عاليه جدا. عشان ايه؟ عشان احنا نخلي الارتيريال بلاد بالظبط زي الابراي 105. فبمنطق في بحر من الارتيريال بلاد طالع من اللانج، بحر حصل له اكسونيشن، ماذا تصنع قطره صغيره؟ ماذا تصنع قطره صغيره في محيط؟ قطره صغيره او ماذا تصنع قطرتان صغيرتان من الفينس بلاد في محيط خارج من الارتيريال بلاد؟ ايه يعني محيط حطيت فيه كوبايه ميه مش قد كده؟ هي نسبه التلوث اللي هتحصل يعني. لا شيء، ده يسموه فيسيولوجيكال شانت. وفهمتوا ليه؟ ليه ربنا عمل كده؟ لان البديل عشان نخلي لك الارتيريال بلاد زي الالدراي 105 بالظبط، كان المفروض كل قطره فينس بلاد تروح لرئه تو بي اكوليبريتد تو بي اوكسجينيتد، نعمل سيركوليشن خاصه لفيو سي سيز وبلاد جايه من البرونكاي فينس وفيو سي سيز جايه من عضله القلب. فربنا قال دول ما مش هنعمل سيركوليشن خاصه بيهم، ضيفهم على طول على الارتيريال بلاد وهيحدثوا خفض تافه من 105 ل 100 مالوش قيمه. ادي السببان ليه انت بعد ما عمال تقول لنا ان الايكوليبريشن ما بين الالفيولاي والارتيريال بلاد لا يحتاج الا ربع ثانيه، وانه البلاد مهما زاد الهارت ريت للثلاث اضعاف ستيل بيقضي ربع ثانيه، ليه مش زي بعض بالظبط؟ وانت قلت ايكوليبريم معناها ايكوال. ذلك لسببين، لان احنا قلنا الفنتيليشن هايل في الايبكس نسبه للبرفيوجن، البرفيوجن مهبب فنسبة احسن، هو هباب برضه بس يعني نسبيا احسن من البرفيوجن. ما احنا قلنا في الايبك كل حاجه هباب، بس الفنتليشن ما زال احسن من البرفيوجن هنا، يعني الخفض اللي فيه زي البرفيوجن. وهنا قلنا البرفيوجن كتير جدا فالفنتليشن ليه قليل. امتى كانوا يعادلوا بعض؟ لو ده 50% وده 50%، بس البيز اللي هو عنده لو فنتليشن، لو فنتليشن برفيوجن ريشيو اللي هو 0.6 بيتلقى 57% من بلاد، بينما الايبكس اللي عنده هاي فنتليشن برفيوجن ريشيو، وهنكون عارفين الاثنين هباب بس الفنتليشن البرفيوجن اكثر هبابا 10%، ده ما تعادلش دي. حتى لو كانوا دي 50 ودي 50 برضه كان هيبقى ناقص. ليه؟ لان تم اضافه شويه فينس بلاد على الارتيريال بلاد بعد ما خرج 105، حطينا عليه شويه فينس بلاد جاي من مصدرين، من البرونكاي وبين عضله القلب. بمنطق ماذا تصنع قطرات في محيط من الارتيريال بلاد؟ هعيدها في عجاله تانية يا اولاد. يبقى للاوائل ده واحد من اهم، يبقى في عندنا فاكتورز افكتنج ديفيوجن اوف جاسز في البالمر ميمبرين 7، هتاخد 6 من المعادله وتسقط الفيسكوستي لانها 1 لن تؤثر في المعادله، وتجيب بدلها الالفرمنتليشن ريشيو. تمام، فهنقولها في عجاله. الستة بتوع المعادلة، نمرة 1 pressure gradient، قلت لك معلومات جميلة جدا، الارتيريال كما الالفيولاي ان equilibrium مع الالفيولاي، الالفيولاي هي التي تصنع الارتيريال، يبقى الايه مع الايه، بينما الفينس مع ان equilibrium مع التيشو، التيشو ان equilibrium مع الفينس، التيشو هي التي تصنع الفينس. والارقام حفظتها لك بطريقة لطيفة، 40-100 اوكشن، 40-46 كربون دايكسايد مليمتر ميركوري، 40-100 اوكشن يبقى الجريدين طبعا 60 تحصيل حاصل، 40-46 كربون دايكسايد. طريقه لازم تحفظ الجاسس دي، من اهم الاعداد في المعامل، ضغط الغازات في الدم، 40-100 اوكشن 40-46 كربون دايكسايد مليمتر مركب. ثاني حاجه الاريا، قلنا قد الفيل ويتلف في منديل تنس كورت 80 متر مربع. ثالث حاجه التمبرتشر. رابع حاجه دايركتلي بروبورشن سوليبيليتي، دي اللي عملت الفرق، ان ربنا حط ميه عشان خاطر السي او 2 بيتميز في الميه 24، بيدوب في الميه 24 مره الاوكسجين. فربنا خلق الرئه تو ريموف كاربون دايوكسيد، انت ريموف كاربون دايوكسيد، انت ريموف كاربون دايوكسيد انت سبلاي اوكسجين. الانسان لا يمكنه تحمل الهايبر كابنيا، بينما يمكنه تحمل الهايبوكسيا فور ييرز. للهايبر كابنيا السي او 2 هو البرايمري ديتيرمنت اوف بي اتش، والحياه ممكنه في حدود ضيقه من التغير في البي اتش. ثم نيجي الاثنين، خدنا اثنين واسقطنا الفيسكوستي من الانفرس 5 مليكر ويت، قلنا بسبب ان الاوكشن اصغر خد تميز تافه 1.2 لانها مع السكوير روت. الاوكشن 32 الكربون دايوكسيد 44، ما تاخد السكوير روت يبقى الاوكشن اصغر واخد تميز 1.2. لما تاخد ده في مواجهه سوليبيتي اللي قلنا المباراتين
بره بنلعب في الجاسيس ميديم لا الاوكسجين متميز انه اصغر. جوه بنلعب في الاكياس ميديم السي او 2 فاز 24 مره بيدوب 24 قد الاوكسجين. يبقى نتيجه المباراه نتيجه المباراتين 20 الى 1 لصالح كربون دايوكسيد. ثيكنس اوف ذا ميمبرين برغم ان هم 6 ليرز فان هم مش ملي مش مايكرو نص مايكرو. وتامل تاملي الخاص ان هم الفيلاي من 2 ليرز الفار ابيثيليوم بيز ميمبرين بيتبادل مع كابيلاري من 2 لير كابيلاري انسيليوم بيز ميمبرين. لطالب مش بيذاكر بس عنده مزاج في المذاكره احنا بنتبادل بين الفيلاي والكابيلاري. يبقى دول يدينا 4 ليرز على طول. الفار ابيثيليوم لها بيز ميمبرين وكابيلاري انسيليوم لها بيز ميمبرين. الروعه بقى في اللي جاي ميه الفيلاي ميه كابيلاري ميه 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 مرتين ميه. فبقى ديفيوجن في اكياس ميديم. ايه العظمه دي انتوا فاهمينها فاهم مليون مره. ثم العامل السابع هو الاكثر اهميه الالفر فنتيليشن برفيوجن ريشيو. مش في المعادله لازم يبقى في نسبه من الهواء يقابلها نسبه من الدم. نسبه معينه ماتس بي ان اوبتيمم ريشيو نسبه مثلى. ايه قيمه اجيب هواء كتير ومفيش دم يتبادل مع مين؟ دم كتير ومفيش هواء هيتبادل مع مين؟ الماتس بي ان اوبتيمم ريشيو. نقاط السبعه يبقى النقطه السبعه فيها سبعه سته جبتهم معادله معادله الفيسكوستي مع شق المستعشق النظام معادله تديك سته والسبعه هي الاهم الالفر فنتليشن برفيوجن ريشيو. هي نسبه ما بين ايه اللي يهمك انت البلمونري فنتليشن اللي بيدخل الالفيلاي والديد سبيس لا يهمني اللي بيدخل الالفيلاي بس والذي الذي يتبادل. يبقى الفر فنتليشن الى الدم اللي بيجي للرئه ده هو الكاردياك اوتوب بتاع الرايت فنتكل اهو. يبقى بالنسبه للالفر فنتليشن والكاردياك اوتوب بتاع الرايت فنتكل يبقى ديفينيشن اتس ريشيو بتوين الفر فنتليشن اند كاردياك اوتوب ميجرمنت مشروحه زينون راديو اكتيف زينون بالديلوشن برنسبل تستنشقه من درجه تخفيفه يديك الالفر فنتليشن تحقنه في الدم من درجه تخفيفه يديك اللي رايح للرئه الدم اللي رايح للرئه لو حقنته في الدم. بعد الميجرمنت قلنا لازم تقول النورمال ستاندرد 4 لتر فنتليشن الفر فنتليشن يقابلهم 5 لتر كاردك اوتبوت كام ده ديورينج ريست يبقى الريشيو 0.8. النقطه الرابعه ده الريشيو العامه لكن في فيسيولوجيكال فاريشن الدم مش عارف يطلع الايبكس يبقى برفيوجن قليل جدا فالريشيو تبقى عاليه 3 في البيز الدم بسهوله مع الجرافيتي ينزل للبيز البرفيوجن حلوه فالريشيو تبقى قليله 0.6. وده بطريقه سهله العالي عالي والواطي واطي طول عمره العالي عالي 3 والواطي واطي 6 من 10. ثم تاملت في الايبكس اسوء حته في الرئه لان البرفيوجن قليل ده مش عارف يطلع فده بيخلي الكابيلر بريشر قليل فوق اقل من الالفا بريشر فالكابيلر تبقى كولابست. طب والفنتيليشن قلت بالجرافيتي افكت الرئه بتقع لتحت فالبيز بيقرب من البلورا والابكس بيبعد يبعد يبعد فكريت مور نيجاتيف بريشر يبقى اوسع شويه الالفيولار اوسع بس ما بتحركش مشدوده على بره مش هتتحرك. قلت اوضه واسعه مش معناها انها متهويه كويس التهويه بتيجي من حركه الهواء ما بتحركش يبقى فنتيليشن هباب وبرفيوجن هبابين وعشان كده ريش طلعت عاليه 3 واكتر حته بيجي فيها التي بي. نقطة الخامسة والسادسة باثولوجيكال فاريشن وربنا صلحها ازاي. في احتمالين يا تقفل البرونكس يا تقفل الفيسك يا تقلل الفنتيليشن يا تقلل برفيوجن. لو قفلت البرونكس يبقى الفنتيليشن قل اللي فوق قل يبقى الريشيو هتقل زي قلنا البرونكال اثما والانفيزيما واحدة اكيوت والتانية كرونيك. اما لو بالمونري ثرومبوزس يبقى انت مفيش دم قللت البرفيوجن وعليه المقام قال لي بالفنتيليشن يزيد. في الحاله الاولانيه هيجي لك سؤال ايه الايفكت على الالفر اير؟ لما تقفل البرونكس يبقى الدم زي ما جه فيناس هيرجع فيناس اصبح الالفيولاي بيتعادل مع فيناس بلاد يبقى يماثل فيناس بلاد. الاوكسجين فيه قليل والسي او 2 فيه كتير هنا 40 مليمتر مركوري يبقى احنا قلنا الاوكسجين كان 40 100 ناخد الرقم القليل 40 والسي او 2 كتير 40 46 ناخد الرقم الكبير 46 قلنا 100 مره بقى.
طب هنا قفلت البلموناري فيسلز، يبقى الهواء زي ما جاي من الاتموسفير يرجع الاتموسفير، اتموسفيرك يبقى الالفيولاي يبقى فيها انسبارد اير، ما انا اوكسجين 152 حتى مليمتر مركب، والبي سي او2 ما فيهوش سي او2 صفر. فربنا استنى حاجه رائعه، الالفيولس اللي ما يجيلهاش اوكسجين ما فيش اي مصلحه نجيب لها دم، هيتبادل مع مين؟ فيحصل لها فازو كونستكشن، فالبلاد يبقى شيفتد تو ذا ويل فنتليتد الفيولاي. وبنفس المنطق الالفيولس اللي ما بيجيلهاش دم عشان خاطر اتقفل بالبلمونري ثرومبوزس، مفيش اي مدعان نجيب لها هواء، هتبدل مع مين؟ ما ينفعش هواء لوحده، ما ينفعش دم لوحده، نعمل لها برونكو كونستكشن. فالاير بقى هنا مش البلاد، هنا البلاد مفيش هواء، قلنا البلاد روح الناحيه الحلوه، هنا مفيش دم قلنا للهواء روح الناحيه الحلوه، فالاير شيفتد تو ذا ويل بيرفيوزد، ويل بيرفيوزد الفيولاي. طب ومين الاستيمولس في الحالتين؟ هفصلها لك بطريقه لطيفه. هنا الهاي بوكسيا وهنا الهاي بوكابتا، اثنين هايبو. يبقى دي النقطه الخامسه، وممكن تعتبرهم خمسه، وممكن تقول الكومبنساتري او الماتشنج النقطه السادسه. النقطه السابعه الاوائل، وسؤال اكاديمي لا قيمه له. انت قلت لنا ان الايكوليبريشن عاوز ربع ثانيه. حلو. وانه during rest الدم بيقضي 3 ارباع ثانيه، ده حتى افتكر مده الكارديك سايكل كانت تقريبا 0.8 يعني 3 ارباع ثانيه، ثلاث مرات المده. خلاص يبقى كل بيت. طب وايفن ليه ربنا خلاها يعني احنا محتاجين ربع ثانيه خلاها ثلاث اضعاف؟ لان الهارت ريت ممكن يزيد ثلاث مرات، 70 يبقى 210، وقلت ما فيش فوق 200 يبقوا افتكروها في السيركوليشن غير في الاطفال، الادلت عمر الهارت ريت بتاعه ما يزيد عن 200، عمرها ما حصل للدكاتره اللي فاهمين. وهبقول لكم ازاي نعرف اقصى هارت ريت في كل شخص، بنجيبها ازاي. طب ليه ربنا خلاه يعني محتاجين الربع وهو بيقعد تلات ارباع؟ لان ممكن الهارت ريت قلنا يزيد ثلاث مرات، وبالتالي تختزل مده لثلث ال 75 من 100 يبقى ال 25، يبقى كده زي الفل. ايه الارقام مادة للتامل. طب فين السؤال؟ انت بتقول لنا الالفيولاي مفروض يكوليبريت مع الارتيال بلاد، يبقى المفروض هما اتنين كان ضغط الاوكسجين فيهم ادام ايكوال، يبقوا ايكوال. بس احنا في الارتيال بلاد 100 وفي الالفار اير 105. الخمسه دي بقى حاجه اكاديميه بلاش اي قيمه، جت منين؟ ان الايبكس قلنا عندنا فنتليشن هباب وبرفيوجن هبابين، فبقت الريشيو هاي 3، هاي فنتليشن برفيوجن ريشيو. في البيز العكس، لو فنتليشن برفيوجن ريشيو 0.6. لو كان الدم اللي بيروح الايبكس قد الدم اللي بيروح البيز، كان الهاي عوض اللوط، بقت النسبه هي هي. لكن ده الايبكس الحلو في الريشيو، نسبيا في الريشيو، مش حلو في الحياه، حلو في الريشيو كرقم ملوش قيمه، كل ده ملوش قيمه، بيروح له 10% بينما البيز 57. 57 كان نوت كومبنسيت فور 10% في الايبكس اللي هو از هاي في بي ريشيو، كان نوت كومبنسيت فور 57% اللي هو از لو في بي ريشيو. حتى لو كان دي 50 ودي 50 وطلعت 105، ما كانش هيفضل الحال على ما هو عليه، لان تم اضافه قطرات من فينوس بلاك جايه من البرونكاي، وقطرات من فينوس بلاك جايه من الهارت على ارتيا بلاد، فحدثت عملت خفض تافه في الاوكشن من 105 الى 100. وقلت لكم ليه ربنا عمل كده؟ لان البديل يتتقبل هذا الخفض البسيط، يا البديل تعمل تو سيركوليشن للفينوس بلاد بتاع البرونكاي وسيركوليشن للكوروناري بلاد اللي جايه من الهارت عشان توديهم الهارت وتعمل خلي منهم اكسجينيشن. فربنا اضافهم على الارتيا بلاد بمنطق ماذا تصنع قطره في محيط، خفض تافه لا يوازي ولا يساوي ان احنا نعمل سيركوليشن من البرونكاي وسيركوليشن من الكوروناري بلاد. كانت هذه واحده من المحاضرات الهامه يا اولاد، وهي ديفيوجن اوف جاسز اكروس ذا بالمونري ممبرين. واشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم، وأسعد دائما بلقائكم، وإلى أن نلتقي لكم مني أطيب الأماني بالتوفيق من الله. شكرا.